الحمد لله. أحبائي، أعزائي، أخلائي، أسعد الله مساءكم وصباحكم وكل أوقاتكم، أهلا ومرحبا وهل يختلفان. ودائما من دواعي الفرح والسرور أن يشرفنا دائما حبيبنا أستاذ الدكتور محمد هداية. أهلا ومرحبا بفضلتك. أهلا وسهلا. والنهاردة في حوار مفتوح، إن الوقت معنا النهاردة ساعتين علشان نستوفي من حضرتك ما بدأت. فضل. وحضرتك يعني مشكورا مأجورا إن شاء الله، قلت إنك عندك استعداد وفاتح قلبك وأذانك لكل من يخالف قبل أن يتفق. فحضرتك قدمت لنا بمقدمة عن المس وعن السحر، وعايزين ندخل في دكتور جالي مكالمات وناس كتير كلمتني ومشايخ كلموني وانتقدوا بشدة مسألة ان حضرتك بتتكلم في ان مفيش حاجة اسمها المس واللبس والكلام ده، وداخلين لسه في العلاج بالقرآن، فالله اعلم ما هم صانعون به. ولكن مجمل الكلام دكتور محمد بيؤكد كل من تكلم يعني وهو مخالف هذا الرأي، بيقول ان الجن بيتلبس جسم الانسان. بعض المشايخ لما كلمتني انا بالنيابة عن حضرتك لان حضرتك فتحت المجال، قلت الدكتور محمد بيقول يا اخوانا لا يكلمني احد خارج الهواء، اللي عايز يتكلم تفضل هنا، يتفضل هنا. تمام. طيب وما زلت اقول، طب دي دعوة تانية اهي دكتور محمد بيطرحها، ودي ميزة من مزاياه يعني ربنا يبارك فيه، بانه الرجل حتى في اوقات كتير والله اجي اتكلم معاه بره يقول لي لا خليك على الهوا، اللي انت عايز تقوله لي قوله لي على الهوا، فجيني بيه على الهوا. طب يا دكتور، من نفس هذا الباب ومن نفس هذا المبدا انا عايز ارجع سنه صغيره وبعدين نرجع ننطلق بحديثنا. كل تركيز الناس بيتركز في مساله مثلا واحده تكون ما بتعرفش تتكلم انجليزي، ولما بيجي لها حاله الصرع ولا بيجي لها الحاله اللي بتجي لها بتبدا تتكلم بلسان اعجمي، واحده تكون ما بتعرفش مناسك الحج، او واحد فجأة لما تجيله الحالة اللي إياها يبدأ يتكلم في منى وعرفات ويقول أناشيد وأشعار وحاجات شكل كده، ودي عمدة ما يعول عليه الناس. الناس بتشوف قدامها حالة تعبانة، بتشوف قدامها حالة غريبة، بتتصرف تصرفات مش مفهومة. أنت شفت؟ أنا والله ما شفتش. أنا عن نفسي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. انا اسالك سؤال في البدايه على الموضوع اللي انت اتكلمت فيه ده بتاع حكايه انجليزي واسباني وهندي والكلام ده، وانا عايز ردك وعايز حكم الساده المشاهدين او المسلمين. تمام. انا النهارده عمده ما يفعله الشيطان بالانسان ايه؟ يعني عند اغلب اهل العلم الشيطان وظيفته بالنسبه لي انا ايه؟ بيوسوس. الوسوسه ده الناس اللي عند 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 اهل العلم. لا ده انا هفاجئك بكلام لاهل العلم يا دكتور محمد. ما انا بس خلينا نمشي نقطه نقطه بس. ماشي. يعني قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. ماشي. ده عربي ولا انجليزي اللي انا بكلمه ده؟ لا عربي طبعا. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. الست اللي اتكلم عليها الراجل اللي انت بتتكلم عليه او اللي اتحكى لنا ده، الشيطان ده جاي لها يكلمها بالانجليزي هتفهمه؟ لا. طب جاي لها ليه؟ يعني تخيل انت قاعد دلوقتي واحد وسوس لك بالاسباني، ما يوسوس، انت بقى زي ما انت شغال. تمام. يعني انا دلوقتي قاعد واحد راح موسوس لي بالهندي، انا هفهم حاجه؟ لا. يبقى هو الشيطان ده يعني جاي يعمل ايه؟ جدع وقت. هذا كلام، عارف العته، عارف الخبل. يعني يقول لك نطقت بالانجليزي وبعدين اللي ترجمه، وبعدين هو اللي كان بيعالج ده قدامك انت. طب انت خرجته بالانجليزي؟ خرجه بالقران. طب فهمك ازاي؟ يعني خلينا نتكلم بس كلام يتفهم. يعني هو اتكلم على الست بالانجليزي، وهو اللي كان بيتكلم ما يعرفش انجليزي فخرجه بالعربي. طب والتاني فهم؟ طب اتكلم معاها ليه بالانجليزي؟ كلمني انت بقى حاجه افهمها، يعني كلمني حاجتين في دول، واحده من دول افهمها. هو اتكلم معاها ليه بالانجليزي؟ جاي يستعرض عضلاته عليها، ما مش هتفهم منه حاجه. طيب انت خرجته بالعربي، هو فهمك؟ جايز بيتكلم عربي وانجليزي. طب ايه قيمه بقى ان هو اتكلم انجليزي؟ يعني هذا كلام يحتاج الى وقفات. طب في جزئيتين يا دكتور محمد، الجزئيه برضو اللي اتطرحت عليا اسالها لحضرتك. ليه انت بتسير الموضوع ده بالذات؟ ادي واحده. دي مش انا اللي بسير. ده احنا جات لنا رجاءات من ناس هتكت عرض بناتها وزوجاتها
في هذا الأمر. في هذا الأمر اللي بيعالج بالقرآن بيقول سيبوها لي في الأوضة لوحدي. ما أنا قلت مش هتكلم في الحاجات دي عشان ما نجرحش حد. لكن النهاردة اللي بيعالج بالقرآن, أنا بس عايزك تخلص حديثك اللي هو بتاع يدخل عشان أطمنك وأطمن السادة المشاهدين, وبعدين هتنقل لك للعلاج بالقرآن بالكام ونشوف. تمام. الكلام ده منطق, تمام, علم, تمام, قرآن, سنة على رأسنا. وأنا قلت لك الحلقة اللي فاتت اللي بيعالج يعلمني بيشخص إزاي عشان وبيختار من العلاج إزاي عشان أساعده أبقى مساعد بتاعه أو أشتغل زيه بعد كده. ونعالج ونفتح برضه زي أنا وإنت ممكن نعمل عيادة ولا حاجة بالفلوس يعني. ربنا يعافي. طب يا دكتور محمد في حاجة تانية عند حضرتك كلام تريح به الناس, الناس بتلجأ للكلام ده أو بتسمع لهم ليه؟ أيوة هنقول بقى في آخر الحلقة. طيب. قبل ما نبدأ تليفونات. ماشي. الحديث عن أبي سعيد الخدري. أيوة بالراحة بقى عليا. أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنت شاطر في العرب ما يأسف إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. والحديث صححه الألباني. الحديث في مسلم. الحديث ده في مسلم؟ في مسلم. طيب خلاص حديث في صحيح مسلم. أي أنت اللي حكمت. أي طيب فصر. هذا الحديث له روايات عند البخاري وعند مسلم وغيره. طب فسر لنا يدخل بقى هنا حالا لان دي عمدة من مما يعتمد عليه الناس. وهو انت لو بص يا محمد لو هنشتغل علم وهم عندهم استعداد يناقشوا مرحبا, هنشتغل علم ويرد عليا يقول لي اصل الشيخ فلان قال ويغفل القرآن والسنة يبقى ما احنا مشكلة مش هنوصل لحل. لا استمر يا دكتور وانت تفضح امر هذا الذي يدعي ان الشيخ فلان. الحديث ده له فرعين في الرواية عند البخاري بلفظ وعند مسلم وغيره. وطبعا انا بقول لك اهو في اول الحلقة دي كمان اهي ان البخاري ومسلم اصح كتب الحديث على الاطلاق عشان ما حدش يقول لي قرآني وما قرآني وما عشان شغل الهبل ده. انا بقول لك تاني البخاري ومسلم اصح كتب الحديث على الاطلاق. طب السؤال بمناسبه قران انا اعلم والله لكن انا عايز اقولها للي قالها لي الشيخ اللي قالها لي في التليفون. حضرتك معتزلي اشعري قبل ما اعرف مين اللي معلش سامحني اسمه يعني مش هقول لا طبعا معتزل ده ده ده, ده واحد متخلف بيتكلم. هو انت اصل هو بص التضليل اللي عملوه في قولة المعتزلة قالوا خلاص بقى كل اللي يقول زي ده كلام عبط. خلينا يعني الدكتور ده يا اخوانا لا معتزل يا عم بس ولا هو ما تدافعش يا محمد سيبها بس انا عايز نعمل حلقه نبين للناس يعني ايه معتزلة وأشاعرة عشان الناس غلابه مش فاهمه. صح معاك. وهو الازهر اللي هو بيتكلم الكلام دوت ما هو اللي ضيع الامه في حكايه الجن والمس ويعج بذلك بالاشاعره والمعتزله. ما تخلونا ساكتين ما تستفزنيش بس في الحته دي الله يخليك. حاضر. الحديث ده له فرعين في الروايه بلفظين عند البخاري يضحك فان الشيطان يضحك. تمام تمام. كل روايات البخاري يضحك مفيش يدخل ومسلم فيها يضحك ويدخل. تمام خلينا في يدخل يا دكتور. ايوه ما انا هقول لك ولا دي تنفع ولا دي تنفع كمان. الحديث صحيح ما تنفعش بالمعنى. يا سيدي الفاضل ارجع لاول حلقه اشتغلناها قلت لك لغه القران ولغه الحديث فيها كلمات لا تفهم بمعناها انما تفهم يا بلازم المعنى يا بالمراد منها. هي دي اللغه العربيه هي دي لغه القران. يعني انت النهارده لما تسمع فان الشيطان يضحك واحد بيتكاوف فالشيطان وقف يضحك حصل حاجه؟ لا. طب ما يضحك التانيه بقى يدخل فدي هم فهموا انه يدخل يعني ايه يعني يدخل يعني يتلبس الجسد خد بالك بس عشان نفهم لغه الحديث ولغه القران هجيب لك حديث الكل عارفه. يعني حضرتك بتسحب مساله اللغه على الحديث ايضا؟ طبعا يعني نفهم باللغه القران والحديث. وساعة قال له اقرا مؤدى هذه الكلمة أن ينزل وحي وفي نفس الوقت أن الرسول يتعلم يتعلم إيه بقى لغة قريش ولا لغة القرآن؟ تمام يتكلم بلغة القرآن. بلغة القرآن يعني هي لغة واحدة. ولذلك لغة الحديث وأنا قلت لك زمان في حلقة أن الحديث الضعيف أو الموضوع أنا أستطيع أحكم عليه لغة قبل ما أعرف سند الرجال في الحديث. تمام. وقلت لك أن احنا اخترنا 500 حديث عشوائي
ما فلتش حديث باللغة. الصحيح قلنا عليه صحيح لغة والضعيف قلنا عليه لغة والموضوع قلنا عليه لغة. يا سلام. والبحث موجود. تمام. فانت النهاردة لما تسمع فإن الشيطان يضحك، لما يحصل واحد بيتاوب وما قفلش بقه فالشيطان ضحك، وواحد بيتاوب ما قفلش بقه الشيطان دخل. لو أنا فهمت يضحك إنها يضحك ما حصلش حاجة من يضحك. صح. وإذا فهمت يدخل إنه يدخل كده فهو هيبقى في جوفه. طب وحديث يجري منه مجرى الدم أعمل فيه إيه؟ أقف بقى. في حديث مجرى الدم عندي ثلاث روايات، فإن الإنسان فإن الشيطان يبلغ يجري مبلغ ويبلغ مجرى ويجري مبلغ ويجري مجرى ما أنا عندي يجري يبلغ يجري مجرى واحد. واحد ده أشهر واحد على الناس عارفاه. تمام. ويبلغ مبلغ. تمام. ويجري مبلغ. أيوة. فأنا عندي ثلاث روايات. جميل. إذن الشيطان هنا في الحديث ده يجري مجرى الدم. برضو لو المعنى انه يجري مجرى الدم، ايه يعني ايه يجري مجرى الدم؟ ما تتفهمش بمعناها، انما تتفهم بلازم لازم معناها. فلازم معنى يضحك، خد بالك من كلامي قوي، انه ايه؟ انك ما تعملش كده، لانه اذا سخر منك يبقى تملكك في الوسواس. مين اقوى بالنسبه لاثنين، اللي بيسخر ولا اللي بيسخر منه؟ صحيح. ادي ادي لازم المعنى في يضحك. هديك حديث حالا دلوقتي. تمام. هديك حديث حالا بس اصبر عليا. ادي يضحك اهي. عشان تفهم يجري مجرى وتفهم يدخل بلازم المعنى، اسمع بقى الحديث ده. الراجل اللي الرسول سمع انه نام ليله ولم يصلي، اسمع بس، الفجر ولم يصلي الصبح، ماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا رجل بال الشيطان في اذنيه او في اذنه. والحديث في البخاري ومسلم. وإن بوله لثقيل. دي لا 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 لا. الراجل ده لما صحي لقينا مية على المخدة؟ لا. لقينا البول بتاع الشيطان؟ لا. ما لقينا ايه؟ لقينا ان هو ما صلاش. فبال الشيطان في اذن، هذا تعبير من الرسول، يا نفهم معناه يا نبطل عبط. يعني بالكناية طبعا. يا سلام. انت الراجل اللي ما قامش صلى ده، صح، لو فتشت فيه يعني كل واحد ما قامش يصلي الصبح هتلاقي فيه ميه بول شيطان على المخده. ما هو ده معنى الحديث. ما هو انت مش انت عايز تفهمه بالمعنى؟ صح. مش انت عايز تفهم يدخل بالمعنى؟ طب هات لي بقى الميه اللي بتبقى على المخده بقى من بول الشيطان عشان يبقى كلام الرسول، ولا كلام الرسول غلط؟ لا حاشا وكلا. ولا البخاري فيه حاجه؟ انا بقول لك البخاري اهو، انا اللي بقول لك الحديث في البخاري ومسلم والحديث صحيح. طب القطاع من العلماء او من الناس اللي بياخذ بظاهر اللي هم بيقولوا الظاهره يا دكتور، او الظاهريه ومن على شكلتين. قلت لك اهو، هيبقى رأي حضرتك معاهم ايه؟ اشرح لي بالظاهر معنى بال الشيطان في اذن. بالظاهر بال الشيطان تبول. طب بالله ميه على المخده؟ لا ممكن. يبقى ما بال. استنى بقى اوريك الفهم بيجي ازاي. يبقى ما بالش. طب اجادل ولا يبقى جادلني؟ هقول لحضرتك ممكن الجماعه بالظاهر، انت بتقول بالظاهر. ايوه بالظاهريه. لازم الاقي بول الشيطان على المخد. ممكن بالظاهريه تيجي تكلمه ويقول لك طب ما اصل هو بول الشيطان مش لازم يبقى ميه، احنا ما نعرفش كون البول ايه، ممكن يكون غازي. ماشي. طب ما هو ما كانش الرسول قال بال بقى. كان قال غاز الشيطان. قوي. انا عايز الناس تفهم أن بعض كلمات القرآن لا والحديث بالمعنى وكذلك الحديث. لأن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل الوحي عليه، وهو الذي السيدة عائشة حينما سئلت عن الرسول. عشان أثبت لك أن اللي بيقول علي أو على غير قرآني أنه ما بيفهمش. كان قرآنا يمشي بينه. يبقى الرسول كان قرآن، يبقى الحمد لله أن أنا قرآن. دي حاجه جماعه بقى زي الرسول عليه الصلاه والسلام. دي الناس دي اللي هي فاهمه هي بتقول ايه. يعني ما فيش يدخل يا دكتور محمد بلازم المعنى. يدخل بلازم المعنى، يتمكن. يتمكن زي يضحك. يتمكن. طب اشرح لك الحديث بقى بمؤداه. طب هنطلب من الناس كده ازاي؟ اذا لازم الناس تاخذ العلم يا سيدي الفاضل. اديك الحديث بمؤداه. ايوه. الراجل اللي بيقف في المسجد فعلا، واحنا بنشوفها في صلاه الصبح بالذات، وتلاقيه واقف يصلي وبعدين راح الحديث قال كده على فكره. قال ها كده. ها ده بيعمل ايه؟ ده بيبعث الكسل في الصف كله باللي جنبه بالتوب. فعلا والله انا بشوفها على طول، بشوفها فعلا.
ما انت عندك حتى في السيكولوجي حاجتين، التثاؤب بيجي عدوى والضحك بيجي عدوى. يا سلام. وساعات العياط البكاء يعني. فانا عايز اقول لك ان الهاها دي اللي الرسول حذر منها، الخوف مش على ده بس، ده على ده واللي حواليه. فهو الرسول عايزك تعمل ايه؟ قال لك ادفعه على قد ما تقدر، ادفع التثاؤب ده على قد ما تقدر، سد الذريعه دي. ايوه، اذا ما قدرتش حط ايدك عشان ما اسمعش الهاها اللي بتكسل الدنيا دي. الحديث كمان له مؤدى جميل، يعني الحديث الرسول عايز يوصل بيه ان الراجل اللي انت نزلت تصلي الصبح، هو انت نازل تعطل لي 10 حواليك، ما تصحصح، انت فاهم؟ تمام. فالفكره في ايه؟ الفكره ان اي كلام في القران يا اما له معنى، يا اما له لازم معنى، يا اما له مراد، يا اما له مؤدى، لازم يكون له بيتقال لهدف. فانت لما تقول لي يجري من الانسان مجرى الدم، القصد ايه طيب يا دكتور؟ انه اجيب لك حاجه مشابهه. تمام. اجيب لك حاجه ايه؟ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اللي هي مؤداها اللغوي من حبل هو الوريد. عايز يبين لك ايه؟ ان الله تبارك وتعالى اقرب من روحك ليك. روحك دي اللي مقومه حياتك، تبقى قريبه ليك قد ايه؟ الله اقرب. فلما يجي يقول لك الرسول بالمؤدى انه يجري من الانسان مجرى الدم، في الوسواس ان هو قريب منك ليك، بدليل انك بتسمع الوسواس، مع ان الوسواسه دي المفروض ما تسمعش وانت بتسمعها. فهو عايز يقول لك انه بيجري منك مجرى الدم، فهو يعني مش جواك بمعنى يدخل وعايزين نطلعه. ما هو لو المعنى كده يا ساده يا اللي بتضحكوا على الناس، كان لازم الرسول يعلمنا خرجوا ازاي. صح صح. لو يدخل صح بالمعنى اللغوي يدخل، يبقى هو قصر، يبقى الرسول قصر انه ما قالش طب نخرجه ازاي. يبقى في تقصير هنا في الرساله صح، وفي مؤدى القران والسنه صح. هذه نمره واحد، العلاج بالقران. لا، قبل ما ندخل في العلاج، قبل ما ندخل في العلاج عشان نبقى استوفينا. فان انا عن نفسي والله فهمت، والحديث اللي حضرتك هتشرحه دلوقتي حالا انا بنفس المعنى ده فهمته. انا مش زعلان منك يا محمد، اما انت بتزعل فيا انا. لا لا انا اللي قدامك. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فان الشيطان يضع خطمه على قلب ابن ادم. حيل، كمل. فاذا ذكر انا بقول لك انا فهمتها. فاذا ذكر الله خنس، واذا غفل التهمه. التهمه يعني كلو، يعني نيجي نلاقي مثلا واحد غلبان كده ما قالش اعوذ بالله، اتاكل مش موجود. ما هو ما هي، ما بص يا محمد، الاحاديث كلها زي بعضها صح. التهمه يعني ايه؟ تمكن. بالمعنى يعني كلو، يعني يجي واحد ما رضيش يقول اعوذ، او ما لحقش يقول اعوذ بالله بالصلاه دي، انه بص ما نلاقيهوش، زي البنت اللي اختفت في الحلقه بتاعت السحر دي. احنا عايزين نوعد الناس ان احنا هنرد على الحلقه دي. هنرد ماشي. لكن بتلاقيه اللي قال اعوذ بالله من الشر الرجيم موجود، واللي ما قالش موجود. يبقى التهمه يعني ايه؟ تمكن منه في الوسوسه. في الوسوسه بس. تمام. ولا التهمه يعني كلو؟ لا خلاص. وندور على الواد ما نلاقيهوش. طب في اشكاليه ثانيه يا دكتور محمد. اتفضل. الناس بتدخل مثلا على المواقع او يعني زي ما حضرتك خرجنا الحلقه اللي فاتت، الاخ الملتحي اللي قاعد معانا حضرتك تقول له قول لي قران وسنه، يقول لك الشيخ، قال الشيخ، قال الشيخ فلان. الجزئيه يا دكتور قبل ما نهدم فكر الناس في الجن، المفروض هي تهدم في الدين. بص، كلمه قال الشيخ دي استنى بقى فضل. الله يفتح عليك في الحته دي. اتفضل. احنا بنشتغل الحلقات دي ليه؟ مخافه العقيده. احنا خايفين على عقيده، لان انا هرجع تاني للسؤال اللي سالته لك، الساحر بيعمل ايه يا محمد؟ بيعمل عمل بوقف الحال، وربنا عايزه يمشي، يعني ربنا ممشي الحال، يقول لك والساحر وقفه، اعبد الساحر. ما هو انا كبشر العبوديه دي مش لعبه، لازم اعبد المهيمن طبعا، المحيط طبعا، القوي. ده انت عندك ايه لو الناس فهمتها يقول لك فيها الحق تبارك وتعالى، وهي في سوره يوسف، يقول لك والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اهو ده اللي احنا فيه. يعني دلوقتي لما بيقول لك في عمل بوقف الحال، يعني الحال ماشي؟ رد انت عليا، جاوبني، الحال ماشي ولا واقف؟ لا، الحال كان ماشي. كان ماشي بامر مين؟ بامر الله. والساحر عمل ايه؟ وقفه بامره. بامر مين؟ بامره هو نفسه، بامر الساحر طبعا. ده مش شرك؟ ده اقل ما يقال فيه ان هو ايه؟ والله اكبر من الشرك ده، ده 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 ده, ده حتى تعدي على الله بعدم الوجود اساسا. كان الساحر، لما الايه تقول والله غالب على امره،
هي مخالفة واضحة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أهو أكثر الناس بقى اللي احنا فيهم دول. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنا هقول لك على حاجة، أدام أنت أنا عايز أدخل في العلاج وبعدين أرجع أخذ المس والسحر بالترتيب، لكن هقول لك في سورة يوسف. لماذا قال يعقوب عليه السلام ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عضو مبين؟ ممكن حضرتك تشرحها لي أنا عشان أنا مش فاهمها. اشرحها لك بفهمي. آه. لا تقصص رؤياك على إخوتك. أيوة. فيكيدوا لك كيدا. أيوة. اللي احنا عرفناه. أيوة. إن هم الإخوة قد يحسدون هذا الأخ اللي هو يوسف على هذا المكان أو المكانة بعد تأويل الرؤية طبعا. فيبدأون له في الكيد أو ينالوا منه، وقال بعد ذلك إن الشيطان الإنسان عدو مبين، أي أن الشيطان سيزغ، حتى في آخر السورة إن الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني أنا فاهم صحيح؟ صح كده. إيه الحدوتة دي؟ إن العيلة دي، العيلة دي مش زي بتوع تفسير الأحلام بتوعنا، العيلة دي يعقوب وأبنائه فرع إسحاق من إبراهيم، عندهم المسألة دي إلهية التأويل. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل وعلمتني صح. من المعلم؟ الله. الأب عارف طبيعة ولاده، هيفهمه، هيفهموا الرؤية. فالشيطان هيشتغل بإيه؟ شايفين ده هيبقى إيه؟ الحقه هو صغير خلصوا عليه، وده اللي حصل. طب سيبنا استفيد منك على قد ما اتفضل. طب تأويل الرؤى والأحلام هنخرج شوية. ما أخرج، بس هي في نفس المضمار اللي حياتك عايزه. تأويل الرؤى والأحلام مش بتاعنا احنا خالص، مش بتاعنا، مش حضرتك بتاعنا. لسه قايل انها بأمر إلهي أو تعليم إلهي. أنا هجيبها لك اهي، هي في الآية ده اهي: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل، بالراحة عليا، ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، خد بالك، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسماعيل إسحاق. ها؟ إبراهيم وإسحاق، ما تخليها إسماعيل عشان تمشي عندنا، مش عندنا احنا خالص. يا سلام، فرع إسماعيل مش بتاع الحتة دي. يا سلام، أهي الآية أهي، وأنا بجيب حاجة من عندي. إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق. إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم مالوش في السكة دي خالص. هتجيب لي شويه الاحاديث؟ ايوه طبعا، ابقى هاتهم بقى ساعتها اما اشرحهم لك، عشان هسخن، هتنرفز عليك شويه. لا مش عايز اتنرفز عليك، انت فاهم قصدي؟ مش بتاعتنا، مش بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا الرسول عملها مره عارضه ولا حاجه من باب المداعبه او هشرحها لك بعدين في ساعتها. تمام. لا هي مش بتاعتنا احنا، لا. والقران يؤكد لك ان التاويل ايه؟ الهي. ما ينفعش حد يعلمه لحد. مش البطيخه تبقى بت ومش عارف ايه يبقى ولد، هذا هبل. واحد اهبل بيبقى قاعد وناس قاعده هبل حواليه، واحد اهبل وشويه هبل. انما ما عندناش الكلام ده. وخد بالك، انا عندي حلقات مطلعها كان بيجاوب حاجتين عكس بعض، بينهم وبينهم حلقه. انت فاهم يعني؟ هي على مزاج الايه؟ لا هي فجه جدا مساله تاويل الرؤى والاحلام. حتى دي ناس فاضيه، دي ناس فاضيه. انت عارف اقصى حاجه تتقال في الحلم ايه؟ ابقى اتغطى بالليل كويس قبل، وانت عشان ما تقوليش شفت وعملت. ده في ناس بتعتبرها ادام شفت يبقى هيحصل، انت بتهذبها. طيب يا دكتور، ندخل في العلاج بالقران. العلاج بالقران، راي دكتور هدايه. مش راي، لا انا هقول لك راي القران. راي القرآن والسنه. ايه العلاج بالقران يا محمد؟ ايه هو العلاج بالقران؟ همشي معاك، بس امشي معايا بقى يعني بسرعه. معاك اللي هو ايه العلاج بالقران يعني؟ يعني ايه العلاج بالقران؟ يعني في آيات بتتكلم عن القرآن، وأن القرآن شفاء. يعني أذكر إن كلمة الشفاء ذكرت في القرآن أربع مرات. حلو قوي. واحدة في سورة يونس 57، والنحل 69، والإسراء 82، وفصلت 44. هذا الشفاء في الأربع آيات شفاء أمراض أم شفاء عقائد؟ أنا مش عايز أرد عليك وأقول لك الشيخ فلان برضو قال. أنا هسمع من حضرتك. الآية بتقول إيه؟ قول للآيات. وننزل من القرآن ناخدهم تباعا. الآية يونس 57: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. انت عارف، استنى قبل ما تكملها، انت خلصت. هي دي اللي تخلص كله. الموعظة، لا دي الآية دي تخلص تشرح لك الشفاء كله. قول بقى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعني شفاء الأمراض الصدرية، الربو وما إلى ذلك، الربو والسل وال والهبل والعبط. الراجل بيضحك. شفاء. لوم حق ايه؟ عشان انت بتلوم عليا ان انا بضحك. لا لوم حق يضحك.
بس بيضحكوا على اللي بيتكلموا الكلام ده. الناس دي هبلة والله العظيم. أنا أقسم لك بالله العظيم لو إحنا الأمة الإسلامية على ما كانت عليه في عهد الرسول أو الصحابة أو التابعين، الناس دي تتحط في مستشفى تتعالج. شفاء لما في الصدور العقيدة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمرضى ولا للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما كان فيش ملهاش علاقة بالمرض خالص. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، لو القرآن هيبقى علاج، الجملة صح؟ قصدك في كلمة بالراحة شفاء؟ بالراحة عليا بس. لا مش صح. أنا بتكلم فيه؟ بص يا محمد، أنا بكتبها العلاج ها بالقرآن. لا تبقى الشفاء الجملة بالقرآن. صح؟ لا لا. ولا تبقى الشفاء بالقرآن؟ الشفاء بالقرآن. ها؟ الشفاء. فهمت؟ أيوة طبعا. كلمة علاج يعني إيه؟ يعني حاجة بتعالج. بس لغة. يا أشف يا شفت أو لا. يا أشفت. أنا بكلمك لغة. الدواء الفلاني ده انا باخده. ركز معايا بقى، سيبك من لا معاك بس انا هرد عليك فيه يا عم، سيبك منهم بقى اهو، خليك ركز معايا عشان نوصل بالناس لحاجه. اتفضل. دلوقتي انت بتاخد الدواء، محمد بياخد وانا باخد، صح؟ قد يشفى فلان وفلان لا. انت بتخف بذات الدواء في ذات المرض وانا لا. هنا اسمه ايه؟ شفى وانا اشفى. وضح. ما هي الهمزه دي اسمها همزه الازاله. الشيخ الواعي زمان لما يجي يهزر يقول لك اشفاك الله. اشفاك يعني امرضك. يا سلام. شفاك يعني خففك، اشفاك يعني امرضك. القران لو هيبقى ما يبقاش علاج، يبقى شفاء. شفاء على طول. يبقى كلمه العلاج بالقران حرام شرعا. حرام. ما انا هقول، انا هجيب لك دلوقتي سنة قران وسنه. كلمة العلاج بالقرآن كلمة اللي بيقولها جاهل. القرآن لو هيبقى في الباب ده ما يبقاش علاج. انت بتهيج الدنيا يا دكتور محمد. حرام. حرام شرعا. على مسؤوليتك. هجيب لك دلوقتي البخاري قال ايه فيه، والرسول قال ايه في البخاري عليه الصلاة والسلام. بس ما انت بتقطعني بتنسيني، انا عايز اقول ايه. كلمة العلاج بالقرآن حرام شرعا، لان لو القرآن هيبقى في السكة دي يبقى شفاء ما يبقاش علاج. ولما أراده الله في هذا المجال جعله شفاء عقيدة. فاللي بيقرأ القرآن ويتقي الله بيحصل له إيه؟ هدى للمتقين. بتشفيه عقائديا، مش بتعالجه. عقائديا. القرآن كتاب عقيدة، كتاب ذكر، كتاب هدى، كتاب موعظة. في الباب بتاعه شفاء مش علاج. ما تنفعش فيها يشفى او لا. علاج يعني يا لا. في الباب اللي هو انزله الله من اجله بقى ايه؟ شفاء لما في الصدور العقائد. تمام. طب لما انت تقول العلاج بالقرآن خالفت القرآن والسنة ازاي؟ فتشت انا في كتب الحديث بحثا عن تصنيف في مجال الطب، فلقيت البخاري ومسلم وغيرهما عامل ايه؟ كتاب الطب. المفروض اول باب فيه يبقى العلاج بايه على كلامهم هم، مش كلام انا؟ بالقران طبعا. معلش هعيد لك الحته دي تاني، رزالة مني. انا دورت في كتب الحديث. هل يا رب هلاقي حاجه اسمها كتاب الطب؟ فلقيت. لقيت عند البخاري وعند مسلم. عند البخاري ومسلم وغيره. عشان في غيرهم ما عملش كتب، عمل ايه؟ انت عارف مسند فلان، مسند فلان، زي احمد رضوان الله عليه. انا مش عايز ادخل الناس المفروض اول باب في كتاب الطب يبقى على كلام الناس الهبل العلاج بالقران، او على كلام الناس اللي بتصحح لهم الشفاء بالقران. لا لقينا ده ولا لقينا ده. لكن لقيت مثال يحتذى فيما أقول لغة، الشفاء بالعسل. والرسول ما قالش العلاج بالعسل. لو قال محمد صلى الله عليه وسلم العلاج بالعسل لأخطأ صلى الله عليه وسلم، حاشاه عليه الصلاة والسلام. لأن القرآن لما جه يتكلم عن العسل قال فيه شفاء للناس، فالرسول قال ايه؟ الشفاء في ثلاثة.
مش العلاج. مش العلاج، الشفاء. يعني اللي بياخد العسل لو شك، الرجل لما الرجل شك الرسول قال له ايه؟ صدق الله، صدق الله وكذب بطن اخيه. الله، لانه لازم يكون شفاء، ما ينفعش العلاج بالعسل، اسمه الشفاء بالعسل. لو القرآن هيبقى في الباب ده يبقى نقول الشفاء بالقرآن. صح. ويبقى لما نقول الشفاء بالقرآن يا عم الشيخ محمد لطفي، يبقى الرسول غلط ونسي وما كانش له لازمه كرسول صلى الله عليه وسلم، حاشاه. لانه قال الشفاء في ثلاثة، ما قالش لا في أربعة ولا في خمسة ولا حط القرآن، حط ايه؟ شرطة المحجم، العسل، كية بالنار، الكي بالنار، وقال انا بنهاكم عن الكي. يبقى الشفاء في ثلاثة، العسل والحجامة اللي بيقولوا عليها سنة، ما اعرفش هي سنة ازاي يعني، وانا اثبت لك ان ابو جهل احتجم. هل احتجم سنة؟ ابو جهل رضوان الله عليه احتجم سنة؟ انا مش فاهم الناس بتتكلم الكلام ده ازاي. يعني أنا مش فاهم. هي مش سنة، هي علاج، هي شفاء، هي طب العصر ده. فالرسول لما لان ما فيش غيرها قال ايه؟ الشفاء في ثلاث، لان هي علاج الضغط في الوقت ده. هي علاج الضغط في الوقت ده، فاللي بيعمل كده لان ربنا يعلم ان ما فيش بقى لحباي الضغط ولا بتاع، كان فيها الشفاء فعلا. فالرسول لما جه يتكلم شاهدي لما قال الشفاء في ثلاث، حط القرآن. لا، مين اللي غلطان بقى، احنا ولا هو؟ لا احنا قطعا، ولا هو؟ والله لا استبعد ان واحد يتصل بيك يقول لك لا الرسول نسي الحته دي، والله لا استبعد في البجاحه اللي حاصله على القنوات، ها انا ما استبعدهاش. يقول لك هو في حاجه لما الرسول ينسى، ما هو اتسحر، مش بيقولوا كده؟ مش بيقول لك الرسول اتسحر عشان ما يردش حديث في البخاري، عشان ما يردش حديث واحد في البخاري، بيقول لك الرسول صح ويقبل الحديث الذي هو عكس القرآن. وكم انتقده العلماء أهل العلم من اللغة، من أهل علم اللغة وأهل علم الحديث، في ناس انتقدت الحديث. لكن إزاي نرد في البخاري؟ ده احنا بنأله البخاري، واحنا في العصر ده نعاني من فريقين، فريق يقدس البخاري وفريق يهدر البخاري. احنا بنقول يا جماعة اتقوا الله في الأمة، البخاري أصح كتاب حديث، يقول لك لا أصح كتاب بعد كتاب الله. إيه اللي جاب ده لكتاب الله؟ عايز أسألك يعني، إيه اللي جاب أي كتاب حديث لكتاب الله؟ كتب الحديث كلها وضعتها يد البشر، من حفظ البشر، من ذاكرة البشر. وكتاب الله أنزله الله وحيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حقه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محدش يقدر أبدا يشيل كلمة من القرآن أو حرف من القرآن، سبحان الله تعالى. طب دكتور فيه اكمل بس، اتفضل. فلما اجي اقول العلاج بالقران انا كده ايه؟ اخطا، جاهل. اللي يقول كده جاهل. والرسول لما جه بقى في كتاب الطب عند البخاري قال فيه علاج بالقران، قال فيه شفاء بالقران. نعم. اتكلم في الباب ده البخاري لما بوب، لما صنف هو ومسلم وغيرهم، حد قال ان فيه علاج بالقرآن؟ يعني ده محدث، محدث ده محدث ومهبل وهبل وعبط وكل حاجة. ها هتطلع ايه من الكراسي اللي معاك؟ انا مش هطلع، بس انا هذكر لحضرتك حاجات من قبيل ايه، علشان لما بنخرج بيجي يتقال طب الحديث الفلاني. طب قول. لا لا، انا مقتنع بكلام حضرتك تماما والله. لا لا، حديث على راسي. وفي كلام ليه ما بتردش الدكتور؟ ده انت عندك حديث كذا. ولا ده قول لي يا سيدي يا اخوانا، انا بقول الدكتور بيقول علمه، انا راجل بفتح للدكتور. انا يا محمد انا بتكلم الشيخ، انا عايز اللي عنده اي رد يجي هنا على الهواء، ما يقعدش يكلمنا على التليفون. الحديث يا دكتور بتاع ابو سعيد الخدري لما كانوا في الصحراء، حضرتك تعرفه؟ اتفضل. وبعدين الخدري لما كانوا في الصحراء ونزلوا على قوم، وبعدين ابوا ان هم يضيفوا هذا النفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لدغ سيد القوم فرقاه بالقرآن. أيوة. فقالوا بالفاتحة. الله يفتح عليك. لما جيت في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا دكتور إيه؟ قال واضربوا، وضحك صلى الله عليه وسلم وقال واضربوا واقسموا لي معكم أو اضربوا لي بقسط معكم. وقال وما أدرك أنها رقية. أنت مصحصح معاك.
انت فهمت الحديث ده يا محمد؟ انا هسمع من حضرتك. لا انت فهمته؟ اللي انا عرفته من الحديث سيد هذه القبيله لا انت لدغ. ايوه لدغ. ايوه ويعني دخل في غيبوبه بالمفهوم. أيوة. الدارج وما كانوش ضيفوا ناس. ما انا فاهم اللي انت بتقوله ده. آه. انت فهمت الحديث ده بيتكلم في ايه؟ لا. طيب اتفضل. الراجل اللي رقب الفتحه ده اتبع الرسول؟ الرسول قد رقب الفتحه يعني؟ لا. ايوه يعني انت فهمت من الباب ده ان دي كانت اول مره تحصل رقيه بالايه؟ بالفاتح. بالفاتح. وقال له وما ادراك انها رقيه. الرسول كان بيعالج ايه لما ضحك وقال له هاتولي سهم معاكوا يعني؟ كان بيعالج ايه؟ ان الرجل ده اشتغل بدماغه. رواية الحديث ده في مسلم، في رواية سألوه قالوا له انت لك خبرة في الرقية يعني؟ قال لهم لا، ده انا اول مرة انا جت كده. انت فاهم؟ ماشي. الاحاديث دي تبين ايه؟ ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني لم يرقي بالايه؟ بالفاتح. وهذا اجتهاد من الشخص. اجتهاد من الشخص صادف، خد بالك من كلامي، صادف ها صحيحا. عشان كده ما اعتبرناهاش بدعه. خلاص. الشاهد في كلامي لعل كلامي يتفهم. حينما كان يرقي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نفسه وغيره اذا كان مريض ايه مش قادر عنده حمى او 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 انا اصل انا سايب لك الرقيه دي عامل لك فيها مفاجاه بس بعد حلقتين كده، لكن انت فتحت خلاص ما فيش مشكله. ال- 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 الرسول كان بيرقي بايه بقى؟ بالمعوذات والفاتحه. لا تفهم ايه من الحته دي؟ انا افهم بفهمي بانه اجاز الفاتحه. حلو. لما اقر فعل الصحابي. جميل. انا فاهم. هو رأى بعد كده بالفتحة؟ لا. بتضحك ليه؟ ما تجاوبني. إذن في إشكالية. دي اللي يتقال عليها إشكالية. في إشكالية أحلها لك نص حل بس عشان خاطرك أنت. اتفضل. حينما جاءت المعوذتان قال له قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الكلام ده في اللوح المحفوظ من عهد آدم، إن دول للتعوذ. صح؟ طب والفاتحة؟ لا، لكن أجازها الرسول عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. أيوة، ما أنا عايز أقول دي هي الشاهد بتاعنا هنا، إن الرسول أجازها فيما حدث ليس فيما يستقبل. مش كده؟ مش فيما يحدث. أو سيحدث، بدليل حديث السيدة عائشة. إيه حديث السيدة عائشة؟ انه قالت ان الرسول كان بيرقي نفسه بالمعوذتين، فلما يمرض لدرجه الحمى اللي هي تبقى هو مش حاسس، هي بترقي بيهم بس بتمسح بايده هو لبركتها. نعم. لبركتها. بس بايه؟ بالمعوذات. برضه بالمعوذتين. واضح. اذن لازم افهم الاشكاليه، ان الراجل عمل طبعا، هأجل بس الكلام فيها عشان ما تبقاش الحلقة تقيلة، هتبقى الحلقة تقيلة قوي لأن دي تقيلة قوي. هأجل فيها الكلام وهقول لك هنحل الإشكالية بين رقية الرجل الذي صادفت نقط وأجازها الرسول فيما مضى. عارف دي عاملة زي إيه بالظبط؟ فاكر الرجل اللي جه قال له أنا في الحج عملت، بس كان عمل قال له إيه؟ لا حرج، لكن اللي هيعمل لا. هيقول له اعمل غلط زي الراجل ولا زي الرسول؟ هنقول له اعمل زي الراجل اللي غلط والرسول اجاز، ولا زي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب تسمح لي بالحديث اللي هو بتاع الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي بهم فكان يقرا بالفاتحه. تحب ناخد فاصل؟ لا لا مفيش. فكان يقرا بالفاتحه ثم يقرا بقل هو الله احد، وكان يقرا بعد قل هو الله احد بما تيسر، ثم قالوا صلي بنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كده؟ أيوة. لا، الحديث أنه يختم بقول هو الله أحد. كان يختم بقول هو الله أحد، فقال ما حملك على ذلك؟ أيوة. قال إني أحبها. أيوة. فأجازها النبي ولم يفعلها بعد ذلك، وما قال لأحد فعله. أيوة. زيها بالضبط. إجازة في شيء يصادف نقط مش هتكلم عليه دلوقتي. تمام.
يجيزه الرسول لأنه حصل، لكن لا نستمرئ الأمر ولا نسير عليه. هل أنت النهاردة محمد لطفي بتعمل زي الرجل ده ولا زي الرسول؟ زي الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا دي عايزة وقفة، ما أنا ما بعترضش على الحديث، ما زالت عايزة وقفة. عارف ليه يا دكتور؟ لأن برضو هيجي واحد هيخرج بعد ما نخرج يقول لك طب ما هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يدل على أن النبي أقره فجائز أن نفعل ذلك. قول لهم شبابين بقى، قول لهم شبابين في الكتاب اللي أنت بتتكلم منه، هتلاقي أن الرسول كان بيرقي بإيه؟ بالمعوذتين. ومش عايز أديك صدمة دلوقتي، أن الرسول كان بيكره الرقية. بيكره الرقية؟ دي صدمة، خلينا نحلها بعد حلقتي. ولا يسترقون. ايوه ولا يسترقون، صحيت انت. وفي باب كده في ابي داود. يا سلام. ما هم عايزين يبقوا علماء وهم نايمين، وده مستحيل، مش هيبقى، مش هتبقى كده. انا بس سيبها حلقتين ليه؟ عشان اخلص لك المس والسحر والعلاج، نخلصه وبعدين نبدا نتكلم بقى كان يكره الرقية ولا كان يحفز عليها، ولا انت عايز تلوي دراع النص. في العلاج بالمرة بقى، حكاية ان واحد بيقرأ الواحد ويحط ايده على راسه باي مش عارف ولا ايه، مش كده؟ هديك مثال عبيط شوي. انا عيد فجبت لي دكتور كتب لك روشيت، بتروح تجيبها وتدهاني ولا بتجيبها وتاخدها انت؟ تضحكش. يعني اذا انت خدت الدواء ده انا بخف؟ لا حضرتك تاخد الدواء. طب يبقى لو القران بيخفف انا الله المريض اللي يقرا. صح. انت فاهم المثال؟ هو مثال عبيط. لا لا بالعكس والله، ده يعني ده موضح جدا. يعني واحد عيان جبنا له دكتور كتب روشيت، ابنه ياخد الروشيت الواد الراجل يخف؟ لا طبعا. او الراجل ياخد الروشيت ابنه يخف، او جاره ياخد الروشيت؟ ما هو لا، ما انت بتقول علاج. طب نقول لهم على الاقل يعني اقراوا انتوا، مش كده مثلا؟ يوم ما يكون يعني، بس انت كده هتوقف عيشه برضه. ما انت هتعمل زي ما انا بوقف اكل العيش، وانت كده هتستنصع وهتوقف اكل. هو عايز يقرا هو عشان يقبض. عشان يقبض. زي حكاية المصنف الأول على العالم، مين اللي صنفه ده؟ يعني إيه المصنف الأول على العالم؟ طب مين التاني؟ ولا هو الأول والأخير؟ لا لا، ده فيه أسماء كتير وأسماء هو غريبة. الأول الذي لا شيء قبله ولا أعوذ بالله. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله. يعني إيه المصنف الأول بس؟ مين اللي صنف؟ ومين التاني؟ عشان لو ما قلناش الأول لازم نجيب التاني. مظبوط. التاني برضه هيبقى كويس. يعني أنت فاهم؟ هو يقضي. هيقضي على ما تفرج. هذا استخفاف بالناس، صدقني. استخفاف بالناس. عايزين بديل يا دكتور محمد. بديل الكنيسه لازم بديل. يا سيدي الفاضل، انا شفت حلقه على قناه فضائيه، المحجبات قاعدين في الكنيسه. يا والقسيس بيرمي عليهم الميه اللي تطلع الجن من ده وتهرب الجن من ده. طب فسر ده يا دكتور محمد. المريض بيرتاح عند الساحر ضرب. ايوه طبعا. ايوه ايوه بيرتاح. لا هو اصلا مش مريض. ده هي واحدة عايزة تبين ان معمول لها سحر. مش كلهم يا دكتور محمد، كلهم في ناس بتعاني. النتيجة يا عم بتعاني ايه بس؟ هذا وهم يا سيدي الفاضل. ما انا سألتك ما السحر؟ انت دلوقتي عايز تجيبها بقى لمسة اكتاف. ايه هو السحر يا عم محمد؟ مش انت محلفني على ايات البقرة؟ انا هقولها لك دلوقتي مش الحلقة الجاية، ماشي؟ عشان نخلص. افتح المصحف بس ما تقعدش تضحك. لا مش هضحك. افتح المصحف. آيات البقرة اللي انت عايزها، اللي انت بتتهمني ان انا مأجلها ليه؟ اهي خد على الهوا اهو. بس بقى ترد عليا دلوقتي بعد ما اخلصها. حاضر. حد بيعاني ولا احنا بندعي المعاناة عشان نحل مشكلة عندنا؟ واتبعوا. هي المفروض تجيب لي آيتين قبليها؟ 99. 99. يا ريت السادة المشاهدين يفتحوا المصاحف كده معانا لوجه الله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. حلو. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا.
واتبعوا ما هم استنى بقى يبقى هم سابوا كتاب الله وهيعملوا حاجه تانية. تمام صح صح. قبل ما نبدا ده كده هيبقى فيه خير؟ لا. ليه؟ لان هم تركوا الاصل الذي انزل لهم ثم اعرضوا عنه لاخر. يعني ده مش علاج بالقران. لا ده علاج بغير القران. تمام مش كده برضه؟ تمام ماشي معايا؟ معاك. قبل ما تبدا بقى واتبعوا الناس بتقول ايه في الساحر؟ ان الساحر بيعمل ايه عشان يعمل السحر؟ علشان يفكه؟ عشان يفكه او يعمله؟ بيكفر بالله. بيعمل ايه يعني؟ بيعمله هو ولا بيعمل ايه عشان لا بيستعين بالشيطان. يعني بيعمل ايه؟ انا عايز اللفظ اللي بيتقال في الشارع. بيسخر جن؟ ايوه. ما انت انت نمت ولا ايه؟ صح. لا انا خايف بس. لا ما تخافش، ما فيش حاجه تخوف. ما فيش جن ولا حاجه. طيب هو بيقول الناس بتقول على الساحر انه ايه؟ بيسخر الجن. بيسخر جن عشان ايه؟ عشان يعمل السحر. ولا هو اللي بيعمل السحر؟ لا الجن. تاني ونصحصح. الراجل الساحر ده اللي احنا بنقول عليه الساحر او العراف، هو اللي بيعمل ولا بيجيب جن يعمل؟ لا بيسخر جن يعمل السحر. تاني ثالث معلش سامحني. لا ولا يهم. الساحر بيعمل بنفسه لا. ولا بيجيب جن؟ بيجيب جن عشان يعمل او يفك. مظبوط. يعني هو ما بيعالجش الحته دي بنفسه، ده هو شغلته انه ايه؟ يسخر جن. لما انت تيجي تعلمني الحته دي هتعلمني السحر ولا تعلمني سخر جن؟ رد عليا. ايه اللي مين؟ هنطلع بس فاصل. ايه بقى نطلع فاصل؟ لا لاسباب فنيه ونرجع لحضرتك تاني. احب كده يتقال ان معمول لك عمل. لا نطلع فاصل. لا انت حر. فاصل قصير ثم نعود. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. بنرجع على طول يا دكتور عشان ما نطولش. افتح حضرتك بتتكلم في أن الساحر وأكدت عليها أكتر من مرة بيسخر الجن علشان يعملوا السحر، إما فك السحر أو عمل هذا السحر. أنا لما أكون عايز أتعلم الحكاية دي أنت هتعلمني السحر ولا تسخير الجن؟ لا تسخير الجن. طب اقرأ الآية كده. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قول. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة. يعلمون الناس السحر. اللي هو ايه؟ شغل الحوار اللي انا قلت عليه، هو ده السحر. ده اللي يتعلم فعلا. انما لو كان زي الناس هنا في عصرنا ما بتقول كان علموهم تسخير الجن. تاني. يعني ده مش السحر. انهي؟ اللي هو تسخير الجن ده مش السحر. ده مش السحر خالص. ده النصب. ده الهبل والعبط والتخلف والشرق الاوسط ومصر. العلاقه دي موجوده. ايه العلاقه دي موجوده؟ انهي علاقه؟ اللي هي علاقه الساحر بالجن وتسخيره. ده موضوع تاني خالص. دي موجوده. ده مش السحر. ده مش السحر. بس دي موجوده. السحر يا سيدي انا قلته في الحلقه الاولانيه وبكرره، واللي عايز يجي يناقش يجي يناقش، بس يكون حافظ القران وفاهم السنه. انما هندروش ونقول لي قال الشيخ ما ينفعش. السحر اللي هو حصل بين موسى وسحرة فرعون. يعني إظهار الشعر. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هو ده السحر. وجاءوا بسحر عظيم. هو ده السحر. السحر اللي في العصر الحديث بتاع الشرق الأوسط ومصر، ها؟ ده التخلف بتاع الناس اللي بتستهبل والناس اللي وافقتهم عشان ياخدوا فلوسهم. وأنا قلت لك زمان طول ما في مغفل النصاب خير. لو الكلام ده مظبوط كان القرآن قال يعلمون الناس تسخير الجن. أنا سألتك عيد تاني الحدوتة دي عشان اللي قاعد مش واخد باله ولا كده. يا ريت. الحدوتة اللي بتتقال في الشارع إيه؟ إن الراجل الشاطر ده ابن الذين اللي بيوقف قدرة الله، خد بالك من كلامي. اللي بيوقف قدر الله، اللي بيوقف إرادة الله، ده بيسخر جن يعمل له الحكاية دي. صح؟ صح. الحكاية دي عشان أنا أتعلمها. واعملها هتعلمني السحر ولا تسخير الجن؟ قلنا تسخير الجن. تعلمني تسخير الجن. صح صح. طب القرآن بيقول ان هم علموهم السحر. السحر انهي؟
السحر اللي هو السحر اللي هو لا يخرج عن سحر أعين الناس، اللي هي خفة اليد أو ما إلى ذلك. أيوة، خفة اليد أو الحاوي، لا أكثر ولا أقل. ده السحر، ده السحر. طب لما نرجع بقى نقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم استنى بقى، أنت ما تنطش يا محمد. ماشي، ده أنت كده، ده أنت كده تقول لهم هم اتلموا بقى. ده أنا اللي بقى ولغوا الكلمة دي. هو أنت بتقولها لنا؟ ده أنت تقول لهم خلوا عندكم دم وافهموا إن الحديث ده مدسوس من اليهود عشان يخلوا الناس تقول إيه إذا كان الرسول اتصحر. الحديث في البخاري. أيوة هنتكلم فيه، أنا مش هسيب حاجة. أنا لو قتلت دون الموضوع ده مش هسيبه. عشان تبقى أنت فاهم. أنت خايف؟ لا أبدا والله. بس. لا بالعكس، إحنا بنتبين الحق علشان نمشي وراه. اسمع التانية دلوقتي، خد القضية. بس هعيد الحتة دي تاني. رزالة. لا اتفضل. اللي بيشاع في الشارع عن موضوع السحر إيه؟ أن الساحر يسخر الجن ليفعل ما يأمره به، مش كده؟ من ربط او فك او ما الى ذلك، من ربط وفك وحل وطلاق وجواز، مش كده برضو؟ وحب وعشق وسحر. ده انا عندي كتاب لازم يتعمل مسرحيه كوميديه في السحر، وعليه ختم الازهر. ربنا بس يخليني، انا مش عايز اغلط. المهم، فده الشائع في الشارع. لو الكلام ده مظبوط والقرآن مظبوط ولا مش مظبوط؟ حاشا الله وكلا سبحانه. القرآن فيه حاجة غلط؟ لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه. كان لازم يتقال بقى يعلمون الناس تسخير الجن. أما إن القرآن قال يعلمون الناس السحر، فالسحر ده موضوع تاني بقى. لما تمسك الكلمة القرآنية، كلمة السحر في القرآن، هتلاقيها متسقة. يبقى الدكتور ده دلوقتي بيقول بوجود السحر، اصل في ناس بتقول للدكتور ده بينكر السحر. يا عم انا بقول بوجود السحر الحقيقي، السحر اللي هو خفة الايد اللي انا ممكن اعملها معاك دلوقتي واطلع لك. يعني السحر موجود دكتور محمد؟ انهي سحر يا محمد؟ ما تتقالش كده في العصر ده. لا افهم كلامي، تتقال بمحاذرها. لا عايز حضرتك ترد على الناس اللي بتقول الدكتور ده. ما انا لو في عصر الصحابة هقول لو في التابعين هقول لك انما في المتخلفين هقول لك لا استنى يا محمد. انهي سحر اللي انا بقول بوجوده؟ السحر الحقيقي، السحر الذي في القرآن الذي لا يتعدى اما ان القي واما ان تلقوه. بس السحر الذي يا سيد الفاضل، لو ان الحقيقة اللي موجودة في مصر دلوقتي دي او في الشرق الاوسط حقيقة، كان لازم موسى يجي يربط فرعون ويطلق همان عشان يوري لهم ان هو بقى لعيب. ما هي كده، ما هو ونقدر احنا نسترد القدس بمنتهى البساطة لو نبرع في هذا القدس. ده احنا كنا منعنا الشيخ علي جمعة يروح. يا سلام، انت قلت مش هنتكلم سياسة. لا اتفضل، ده موضوع برضو لعلمك مضايقني. مش مضايقني ان الدكتور علي جمعة راح، وان اختلفت معاه مثلا، لكن اللي بيحصل والهجوم بالطريقة دي لا يليق ولا يصح. وانت يعني هي جت كده، والله ما كنت مرتب لك. لا يصح حتى لو اختلفنا يا اخي، ما هي وجهه نظر، مش انت بتقول وجهه نظرك؟ ما هو الراجل له برضه وجهه نظر. انت عايز مفتي الجمهوريه ما يبقاش له وجهه نظر؟ لا انت عارف ايه حكايه يا دكتور محمد؟ ركوب للموجه ومحدش يقدر يقول غير كده. موجه وخلاص، انا معاك في دي. انما لا يصح ولا يليق ولا يقبل، انما والله بنحترم الرجل، ان احنا نتكلم في حق شيخ الازهر بالطريقه اللي بيتكلموا فيها وان اختلفنا مع فضيلته. او نتكلم في حق الدكتور علي جمعه وان اختلفنا مع فضيلته. الادب يا اخي فضلوه عن العلم يا حلو، وان اختلفنا لان كلنا مختلفين يا سيدي. وماله؟ الله. هو انت تختلف معايا تهزقني وتقل ادبك عليا؟ وانت بتهزق، مش انتوا بتقولوا هو راح بمنصبه؟ طب انت بتهزق المنصب كده. صح. المهم، كلام يحترم والله. المهم نكمل الايه. فالسحر اللي موجود يا استاذ محمد هو السحر اللي في القرآن، اللي تقصده حضرتك اللي هو السحر اللي لا يتعدى، الذي لا يتعدى خفة اليد وشغل الحواء وإيهام العين بأشياء معينة. وإيهام العين، وعشان كده موسى عليه السلام لأنه رسول اختار إيه؟ وأن يحشر الناس إيه؟ ضحى. عايز نهار، عايز نور، مش عايز نظم، مش عايز المغرب والبتاع عشان ما أدي يعني. فده هنبقى نتكلم فيه. ده موجود، ده موجود طبعا، موجود وما زال موجود.
انا اقصد اقول لك ليه يا دكتور قول ان السحر موجود يا سيدي. ما اقولش يا محمد ما تخافش من حد. مش خايف بس انا عايز اوضح وجهه نظر حضرتك لان بنخرج بيتقال الدكتور ده بينكر السحر. السحر موجود. السحر اللي هما بيعملوه اللي هما بيقولوا عليه. جميل. بتنكر حضرتك السحر اللي هما بيقولوه. الدجل والنصب اللي هما بيتكلموا فيه. والشعوذه بنكره. تمام. ولازم انكره. تمام. خلاص. تمام. طيب لو ان السحر كده للمره ال 15 اهي كان القران قال ايه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه؟ كفر يعلمون الناس تسخير الجن. ايوه متفقين. خلاص؟ تمام. امشي شوي يلا بس اصحى معاك. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقف. ماشي كويس انك قلت وقف. فيتعلمون منهما. وقف. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر المدعى. حلوة الكلمة دي. اللي أنا برفضه. كويس كويس وكده أوضح. بيتقال ان الساحر بيفرق بين المرء وزوجه. صح ولا حد عنده حاجه؟ لا صح. انت عندك كلام؟ لا صح صح صح. اكرر ورد عليا عشان انت بتمثل اللي بيكلموك. ده اللي نفسي اقوله. ما لا لا انا عارف يا محمد انا متفكرك ان انا مش عبيط يعني. انا مش بقول لحضرتك. انا واعي خد بالك يعني. الحمد لله. اتفضل. السحر المدعى مضمونه عندهم أن الساحر يفرق بين المرء وزوجه. دي تحديدا. وسندهم في هذا هذه الآية التي لم يفهموها ولن يفهموها. إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله. الله يفتح عليك. لم يفهموها لأنهم جهلة. حط مليون خط وما بخافش. اتفضل. واللي قال لي هنشتكي لو راجل يشتكي. طيب لأنهم جهلة لم يتعلموا إنما تخرجوا. لأنهم جهلة لم يتعلموا لكنهم تخرجوا فيحملون الشهادات. وأنا هثبت لك دلوقتي أهو جهلهم. السحر اللي هم بيقولوا بنفرق بين الراجل وزوجه بالسحر. فاعل السحر جمع وفاعل التفرقة مثنى. صح. يعلمون الناس السحر والتفرقة قال يتعلمون ايه منهما. فدي قضية ودي قضية. اعمل كده. طب فاهمها لنا. اوعى تقول لي ما فهمتهاش ليه. لا والله انا معاك. لا انا بقول لحضرتك اسردها بقى على الساده المشاهدين بالراحه. مش هم بيقولوا بيفرقوا معاك بين المرء وزوجه بالسحر. المدعى. طب فاعل السحر جمع وتعليم التفريق مثنى. فتقصد تقول ايه حضرتك؟ ان السحر غير التفريق. مش سحر. التفريق توقيع. التفريق بين المرء وزوجته بالتوقيع بالغيبه والنميمه. يا سلام. اي الايه بتقول كده. اي اهي بص. واتبعوا اقرا تاني. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ها. وما كفر سليمان ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر. الفاعل هنا جمع. خش على التفريق بقى. نط على التفريق. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر. الفاعل هنا جمع يا محمد يا لطفي. ويعلمون الناس السحر. انت لا لا معاك. يعلمون اصلا عايز اخد من يعلمون الناس السحر دي الفاعل هنا منها دكتور مش الشياطين. الشياطين واو الجماعه العايده على الشياطين. الفاعل فيه يعلمون. يعلمون فعل مضارع خمسه ابتدائي اهو. برضه يعلمون الناس السحر على نفس الشاكله التي تكلمت فيها فضيله. يعني هرجع لهم يا محمد ايه اللي على نفس الشاكله. ما تصحى بقى. لا معاك. لا انا والله عايز اوضح. يعلمون الناس. سيبك يا عم من اي شاكله. الفاعل هنا مثنى ولا جمع؟ لا جمع. يعلمون فعل مضارع من الافعال الخمسه. الفاعل فيه واو الجماعه. تمام يا مشايخنا. تمام. خش على التفريق بقى.
وما يعلمون فيتعلمون ايه منهما مش منهم. فده موضوع تاني خالص. طب مين منهما؟ الملكين بيتعلموا من الملكين. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طب ممكن تفسر لنا الايه تفسير كم؟ ليه لا ليه لا لا انا عملت دي النهارده عشان انت عشان اوريك حاجه واحده بس، ان في جهل وفي علم بس، انما دي عشان تتشرح عايزه حلقه ساعتين. هتوعد بشرحها يا دكتور محمد. الحلقه الجايه ما انا لو عندي وقت هشرحها، بس والله ما تيجي اقل من ساعتين. بس انا اديت لك ايه؟ انا اديت لك كده خلاصتها. الفاعل في تعليم السحر ايه؟ جمع عائد على الشياطين اللي هو السحر اللي هو ايه؟ اللي تقصد اللي هو خفة اليد وهي من العين. سميها خفة اليد. شغل الحواء. والتفريق بين المرء وزوجه الفاعل فيه مثنى. والتفريق بين المرء وزوجته بالتوقيع، انا بقولها بالبلدي خالص اهو، ده انا هقعد على المصطبة تحت. بالتوقيع دي مش لغه. تصدق الحديث بتاع ان الشيطان ينصب عرشه على الماء بيصب في نفس المصب بالظبط كده. فعلت كذا فعلت كذا بالزبط. حتى يقول حتى فرقت بينه وبين زوجه. نظم. اقول تاني تاني عشان تبدا تاخد تليفونات. السحر اللي هي خفه اليد والتخيل دي الشياطين بتعلمها، مش بتعلم تسخير الجن اللي انتوا بتقولوا عليه، بتعلم السحر. ده الآية دي في مقتل طبعا. أنا عايز حد يرد. طب اخوانا وعايز حد يكون عنده كده شهامة ويشتكي زي ما قال. لا والله العظيم أشهد له، أشهد له في الجرايد. وأنا بهب مشايخنا اللي اتصلوا بيا إن هم يتصلوا بصراحة. يعني أنا عايز حد من اخوانا المشايخ اللي اتصلوا بيا يتصلوا، والدكتور محمد معانا على الهواء يجادله. الفاعل تاني، الفاعل في تعليم السحر جمع عائد على الشياطين. ومسألة تعليم التفريق الفاعل فيها مثنى الملكان، وده موضوع خد بالك، وده موضوع تاني، وده موضوع تاني خالص. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. هنكمل هنسيب الآية هنكمل الآية الأخيرة. اتفضل. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده تعليم تاني غير التعليم الأولاني. التعليم الأولاني ما تقالش لا نحن فتنة ولا مش فتنة، خد بالك من كلامي اللي بقولها لك هي جدعانها. التعليم الأولاني اتقال إحنا فتنة ومش عارف إيه، خد بالك. لا التعليم التاني عشان دي إيه، خد بالك ده علم ملك. الاولاني دي اللي تفرق انا عارفها مش كده، اللي هي ايه دي اللي تفرق بين الزوجين انا عارفها بديها لك، ودي فتنه انا بديها لك عشان ما تعملهاش. امال ايه؟ ويتعلمون منهما خباثة. هو بيقولها ودي فتنه انا بقولها لك تحذرك منها، هو بيتعلمها منه تقصد كده حضرتك؟ هو بيقولها عشان ما تتعملش، بيحذر من فتنة ما، فالإنسان بخبث طبعه بيستغل هذه في الشر. يا محمد دي بتحصل كل يوم، إن واحدة توقع بين اتنين تخليهم يتطلقوا، أو واحد يوقع بين اتنين يخليهم يتطلقوا، دي بتحصل. دي حلت إشكالية كبيرة جدا، عارف يا دكتور محمد؟ الملائكة نازلة تعلم الناس الكفر والسحر لا لا لا، ما عشان كده قلت لك عايز ساعتين عشان هضرب لك أمثلة، خد بالك. وتعليق الملاكين من شعرهم مش عارف إيه في يا عم ده كلام أنا هديك في الشرح ده يا محمد، ممكن الحلقة الجاية لو أنت حابب أنا لازم أجيب لك آيات قرآنية بنفس المثال اللغوي. عشان خد بالك لا مش هتتفهم غير كده. تمام. يعني أنا لازم وأنا بشرحها أجيب لك آيات قرآنية فيها نفس التوقيع، مش المعنى لا اللغة. توقيع اللغة دي زي دي مهمة جدا، مسألة اللغة مهمة جدا جدا. عارف وهديناه النجدين؟ يعني إيه وهديناه النجدين؟ بينا له السبيلين، يعني بين لك سبيل الكفر عشان تمشي فيه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. لا لا خلينا في الآية، سيبك بقى من دي. يعني بيبينه علشان قال الله وهديناه النجدين، سبيل يمشي فيه وسبيل حذرناه منه. حتى قال هديناه
يبقى هديناه عرفناه حتى لا يقع فيه. الشاهد في الآية هديناه. لا لا الشاهد في آية البقرة إن موضوع السحر خلص عند إيه؟ عند إيه؟ هقول لك يا سيدي. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هارون. لا، يعلمون الناس السحر. انتهت هنا. والذي أنزل على الملكين هيعلموهم برضه، بس ده موضوع. وما دي اسم موصول بمعنى الذي. 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 والذي أنزل على الملكين. الحلقة الجاية عشان نشرح ده لازم الناس تستحملنا شوية في اللغة، وهي مش صعبة والله. لأن في ناس بتقول لي إحنا بدأنا نحب اللغة، وفي ناس بتقول لك لا إحنا لسه مش عايزين اللغة. ما ينفعش. لازم نتعلم لغة القرآن. وهي جميلة وسهلة، والآية هتبقى واضحة جدا 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 إن عندنا نوعين من التعليم. السحر ده قضية خلصت بتاعت مين؟ بتاعت الشياطين. القضية الثانية بتاعت الملكين. والذي أنزل على الملكين. بتاعت الملكين. ماشي. طب فالفاعل هنا جمع، والفاعل هنا مثنى، يبقى الجهة منفكة. والموضوع مختلف تماما. تمام. طيب اقرا الايه وما تقطعنيش بقى عشان نكملها. بس ما تكررش ايات يا محمد عشان الناس في ناس مش عارفه القران، فما تفتكرش انها من ضمن الايه دي ملحوظه واحنا بنعلم. تمام. يعني انت بتقرا صح، بس الناس مش في ناس مش عارفه فتفتكر ان الكلمه متكرره. دي صدفتني والله، انا بقولها لك كنصيحه. والله لما تكون بتكلم طلبه اعمل كده، اقرا صح، اقرا القران عادي. وقف مكان ما اقف واكمل مكان ما اقف. الناس بتفتكر ان الكلمه اتكررت، دي صدفتني فانا بقولها لك، وخد بالك منها كتير مع الناس اللي مش عارفين. طيب ناخد الاتصال وبعدين نبقى نكمل. نبدا بقى اتصالات، يبقى نبدا اتصالات. ماشي، ناخد اتصالات. استاذه نواه اتفضلي. دكتور محمد ازي حضرتك؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. منورنا ومنور الشاشه، اهلا بيك. وطي التلفزيون حضرتك خالص، وطي التلفزيون عشان صدى الصوت. بص يا محمد، ادي قاعده عامه اللي يتكلم. واسمعنا. ايوه دكتور محمد اتفضلي. الو اتفضلي يا فندم. انا سامع. الو اتفضلي. انت الاتصال انقطع. طب يا اخواننا اللي هيتصل يوطي التلفزيون. انت حضرتك عشان كده بس بتسمعينا من التلفزيون، من خلال التلفزيون، فمش هتسمعينا. وطي التلفزيون خالص واسمعينا من خلال الموبايل او التليفون اللي حضرتك بتكلمينا منه، او اللي هيتصل بصفه عامه. ده لاي متصل. نكمل الايه قبل اي اتصال ثاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل. يعلمون الناس السحر. ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين. ده المعنى. ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ده موضوع غير السحر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شوف ختام الآية بتقول لك إيه؟ اللي يمشي في السكة دي ملوش نصيب في الآخرة. وده علم ايه؟ ولقد ايه؟ علم. علم ايه ده؟ علم يقين. صح. في ايه؟ ابو عبد الرحمن من اسكندريه اتفضل. معنا ابو عبد الرحمن من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم فضل. السلام ورحمه الله وبركاته. اخي العزيز، بس عاوز اقول كلمه للشيخ محمد. اتفضل. بس هو انا بس ليا رجاء، يعني بالنسبه لحديث البخاري. الحديث ده طبعا عارفين ان حديث البخاري في قمه الصحه. فطبعا يعني كون ان احنا نشكك في احاديث البخاري، احنا بنشكك في حديث واحد. حضرتك بالنسبه برضه يا ابو عبد الرحمن الايه. يا ابو عبد الرحمن اتفضل. احنا ما بنشككش في احاديث البخاري، ده حديث واحد. يعني انت تقول ان البخاري سليم بنسبه 100%؟ الصوت شويه اعلى شويه بس عشان مش سامع. يعني أنت تقول إن البخاري صحيح 100% ككتاب الله؟ لا سعادتك، ما هو دلوقتي رد على سؤالي بعد إذن حضرتك. بتاع السحر دوت يا سيدي اللي هو يا بتاع السحر أبو عبد الرحمن. صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيوضح معنى الآية اللي حضرتك بنشرح فيها دي. أبو عبد الرحمن، يعني هو دوت اللي بيبين وبيوضح. يا أبو عبد الرحمن، ده هو دوت التفسير
للآية دي. تسمع حضرتك رد الدكتور بعد إذنك. سامع دكتور. تفضل. بسألك سؤال عايز أو واضح خالص معلش. يا سيدي الفاضل، أنت تقول أن البخاري صحيح 100% كالقرآن الكريم؟ طبعا القرآن الكريم صحيح 100%. طب والبخاري؟ كلام الله سبحانه وتعالى، أنا بكلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي الفاضل بعد يعني إذنك، صحيح البخاري هو أصح الكتب في هدي رسول الله. صحيح 100%؟ طبعا اكيد صحيح 100%. دي عقيده عندي. دي نقطه خلاف، هو بيقول ان هو صحيح 100% مفيش عليه جدال. يا ابو عبد الرحمن، البخاري صحيح 100%؟ نعم يا شيخ، انا ده اعتقادي، بقول لسعادتك ده اعتقادي. طيب يبقى نوقف النقاش بعد اذن حضرتك. يبقى انت شكرا جعلت البخاري والله تبارك وتعالى سواء بسواء. ناخد الاستاذ تامر، اتفضل استاذ تامر. انقطع الاتصال. هي دي نقطة الخلاف يا دكتور محمد، هو كده في خلاف؟ عمرها ما تكون خلاف. هو بيقول بأن البخاري لا يخطئ، يبقى زي كتاب، يبقى بقى إله اعبده. لا يخطئ يعني منزه، اعبده خلاص. ويبقى احنا بنتكلم كده ايه في سكتين لن تتلاقى، دي سكة ودي سكة. احنا بنقول البخاري أصح كتاب حديث. يعني البخاري يصيب ويخطئ. المدام حنان معنا، اتفضلي مدام حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو. ايوه اتفضلي مدام حنان. من فضلك عايزه اكلم الدكتور محمد. هو يسمعك، اتفضلي يسمعك. دكتور محمد مساء الخير، وكنت عايزه رقم حضرتك الشخصي من فضلك، عايزه اتكلم معاك في حاجه مهمه. في الكنترول يا فندم، في عند حضرتك سؤال؟ رجع الكنترول، خديه يا اختي. في سؤال عند حضرتك مدام حنان؟ ناخد الاستاذ تامر تاني جالنا، اتفضل. شكرا يا استاذ تامر، حظك معانا مش كويس اخ تامر. يبقى دكتور محمد حضرتك عايزين نبين منهج حضرتك في المساله، في مساله البخاري، لان ده هناخد البخاري كده. اصح كتاب حديث هو ومسلم اصح كتابين في الحديث. طب في الناس ما اتكلمتش، اكمل الكلام. لا عايز اقول ان في صحيح مسلم الناس ردت احاديث في مقدمه مسلم ومحدش اتكلم. لما بنتكلم في البخاري بتحصل جلبه غريبه جدا، عايز حضرتك تبين منهجك. بتكلم اهو. اتفضل. البخاري ومسلم اصح كتابين حديث على الاطلاق. تمام. البخاري منفصلا اصح كتاب حديث على الاطلاق. تمام. لكنه كبشر يصيب ويخطئ. مالك رضوان الله عليه ماذا قال؟ قال الكل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. البخاري من الكل ولا بره الكل؟ لا في الكل. منزه كليه جامعه؟ لا طب منزه. لا بس خلاص. استاذ عادل. ايوه يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. والله انا عايز بس اسال فضيله الشيخ محمد هدايه، انا ما شاء الله قابلت معاك في اسكندريه، بس عايز اسال سؤال بخصوص زياره فضيله المفتي الشيخ علي جمعه. وطبعا دي زياره يعني يا ريت كل مسلم يتمناها ويروحها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال شد الرحال الى ثلاث: المسجد الحرام، مسجد هذا، ومسجد الاقصى. سؤال حضرتك حتى مولانا لما نزل اول ما نزل من الطياره قال لقد من الله علي. فدي منيه جميله للانكار وللشغب وللطعن وليه. ففضلتك ممكن توضح للامه الاسلاميه او للاخوه المسلمين كلمه حلوه، كلمه رايقه، ما فيش دعوه للحاجات اللي ما لهاش لازمه تشيل الفتن. زياره يعني مثلا قدر الله. شاكرين فضل حضرتك استاذ عادل. معانا استاذ سيد. شكرا استاذ عادل. استاذ سيد اتفضل. بقول لحضرتك انا عندي عمليه ربط. ايه؟ عملية ربط؟ ربط عند حضرتك؟ ايوه. اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ سيد. نعم. يعني انت معمول لحضرتك ربط؟ ايوه. ربط ازاي يعني؟ انا مش قادر اوضح. انا فاهم. لا حضرتك يا استاذ سيد رجعت طبيب نفسي او حد من علماء النفس او كده؟ حضرتك. نعم. الو. ايوه سامعني؟ حضرتك سامعني؟ انا بقول لحضرتك يعني عندي عمليه ربط. انا فاهم. حضرتك سامعني؟ ايه؟ طب انت مصنفها ربط ازاي يا استاذ سيد؟ ما دي عايزه طب ثواني هكلم حضرتك. معاك استاذ سيد، اتفضل.
أيوة. أنت حضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني؟ بس حضرتك الصوت عندك بعيد. أهو. طيب سمع. أنت حضرتك صنفتها إن هي ربط ليه؟ لا مش صنفتها ربط ليه؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل لك؟ ما فيش اتصال خالص نهائي. طب وليه تبقى ربط؟ ما يمكن حضرتك تعبان يا محمد. لا 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 الحمد لله. الحمد لله بقى مرت ايه؟ ما فيش اي حاجه تعباني ولا ضغط ولا سكر ولا حاجه الحمد طب لله. بعد الحلقه بعد الحلقه كلمنا على التليفون، خد التليفون بالكنترول. وبرضه بقول لحضرتك ومن على شاكله حضرتك مراجعه اطباء نفسيين او علم احد علماء النفس، اساتذه علم النفس. الموضوع ده بيبقى نفسي، يا اما مرض نفسي يا اما مساله عضويه لا نفس عضويه مأثره ممكن او سيكولوجيه بحته. يعني مش اكتر من كده يعني. انا بس عايز ارد بقى استاذ عادل على حكايه زياره فضيله المرشد. ناخد مدحت الاول عشان طيب. واضح ان في مشكله في الاتصالات. اتفضل استاذ مدحت. استاذ مدحت اتفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اولا يا فضيله الشيخ انا مسرور جدا جدا وسعيد بتوضيح حضرتك للكلام وللأحاديث والموقف السحر وحقيقته وأصوله. الحمد لله. لأن ده في لبس كبير جدا جدا وأنا واحد من الناس اللي بعاني بيه في حياتي. هتلاقيه سهل جدا لو اتبعنا كتاب الله وقعدنا بالراحة كده فكرنا في اللي عندنا واللي احنا بنقول ان احنا بنعانيه، أقسم بالله ما هيبقى في أي مشكلة، ولا تحتاج لحد ولا تحتاج لحاجة ولا تحتاج إلا لقال الله وقال الرسول. وبرضو إحنا إن شاء الله بإذن الله لو ربنا ادانا العمر هنعمل حلقات على ما نعاني دي بقى. تمام. وتتحل إزاي. تمام. مع توضيح سهل وبسيط ومش وخد بالك لا يضع الله تبارك وتعالى يا محمد قدر حد في إيد حد. ده يستحيل طبعا. مستحيل. طيب شاكرين فضل حياتك استاذ مدحت. نرجع لاخونا عادل اللي كان بيسال على انا بتكلم في زياره السيد. بسيطه خالص. عندنا رايين، راي بكلمه حرمه وحل انا شايفها اكبر من الموضوع. الموضوع ده لا يبقى فيه حرام ولا حلال. ما هتكلم من انهي واقع دكتور؟ الموضوع ده يبقى فيه شيء طيب شيء خبيث شيء قبيح شيء حسن كده، لكن حلال وحرام دي لا قولا واحدا. طب لو سالت حضرتك مباشره حرام ولا حلال؟ ما ينفعش في الموضوع ده حرام وحلال. ما تنفعش. قول لي قبيح ولا حسن. ليه ما ينفعش؟ الحرام والحلال دي قضيه لابد من نص شرعي لتحريمها. فانت عندك هو الراجل الطيب اللي اتكلم بيقول لك ايه؟ مش الرسول قال لا تشد الرحال؟ ده جاب لك حاجه في المقلوب اللي انت بتقوله يا محمد. انا عايز اقول ايه يا محمد بالراحه خالص. احنا عندنا رايين، راي بان ده صح وراي انه غلط. صح. مين اللي قال بالصح؟ الدنيا كلها بتقول النهارده بالغلط. انا مع حضرتك في كلام، انا هقول لك اهو ومستأمن الزياره، لكن قول لي مين قال بالصح. بص احنا، بص يا محمد احنا زعلانين من الزياره ليه؟ تمام. الزياره عرضت على فضيله المفتي. تمام. هو حسبها من وجهه نظره. خد بالك التي تصيب وتخطئ طبعا. انا اسالك سؤال، اليس من حق مفتي الديار المصريه ان هو يكون له راي؟ نكمل بعد ما ناخد اخونا ايمن عشان الاتصال. طيب ناخد ايمن. اتفضل يا استاذ ايمن. مع حضرتك. استاذ ايمن اتفضل. استاذ ايمن. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك. وطي التلفزيون يا استاذ ايمن لو سمحت. حضرتك كنت وطي التلفزيون. حاضر. بقول لحضرتك بس عايز اتكلم بس الدكتور. اتفضل. يسمعك. عايز اكلم الدكتور بس في النقطه بتاعت زياره المفتي. ما انا بتكلم فيها. اتفضل سيبه. طيب انا عايز بس اعرف بس الناس بس بحاجه بسيطه جدا. ليه ما نقولش مثلا ان الدكتور ان فضيله المفتي دعا ربنا سبحانه وتعالى بانه ربنا يرزقه بصلاه في الصلاه في مسجد الاقصى. ماشي. حاضر. وربنا سبحانه وتعالى لبى له الدعاء. واضح يعني وجهه نظر حضرتك يا استاذ ايمن. تابعنا. اتفضل يا دكتور محمد. ناخد منة الله. سامحني معلش. منة الله اتفضلي. السلام عليكم. من اين اتفضلي؟ مرحبا برياح. اين انت بتحب الصعيد يا دكتور؟ طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد ممكن لو سمحت، انا بعاني من حكايه المس دي في زوجي. انا مؤمنه طبعا 100% ان لا يقدر الله الا ما شاء. فهو كان في خيط نفس
وانا شفت ده بعيني ان هو كان بيتكلم بصوت غير صوته وشكل غير شكله كويس. وفي حاجات يعني اسرار للانسان اللي هو مثل ده باسرار بيوت ما حدش يعرفها غير طيب صاحب كويس. خل حافظ لنا على الاتصال ده يا اخ احمد او الجن ده. طيب بس انا طبعا ما بعتقدش في الحاجه دي ابدا لاني لا يقدر لشيء الا ما يريد الله. طب اسالك سؤال يا حاج. وسبحانه لا يقول لشيء كن فيكون. طب هقول لحضرتك حاجه، عايز اسال حضرتك سؤال. هو ما زال يتكلم بصوت غير صوته؟ نعم. هو لسه بيتكلم بصوت غير صوته؟ انا الصوت ما بقول لحضرتك مش صوته، وهو العلم يعني لا لغايه دلوقتي يعني هو لغايه دلوقتي كده وما بيقراش، يعني هو رغم ان هو ازهري انما بعيد خالص عن شخص الله العظيم القران. يعني كذا شيخ يقول له انت معرض للحاجات دي. لا هو مازال بيتكلم بصوت غير صوته يا حاجه. نعم. خف يا حاجه خف. لا انا بقول لحضرتك انا شفت يعني ان ابتدى في حكايه مثلا يعني هو طول عمره بيتكلم بصوت غير صوته ولا دي حالات معينه بتحصل ولا ايه؟ ايوه في حاجات معينه بقول لحضرتك ممكن ابتدى إيه. انا لما اكون مثلا مصليه الفجر او بقرا قران ما بيقدرش يخش الاوضه خالص وانا بقرا قران. يجي ساعه مثلا الاذان يتعب. طب اسالك سؤال يا حاجه. هي كده يا حاجه بص يعني ساعه ما الشيخ مثلا اسمعي يا حاجه هبه الدكتور عايز يقول لحضرتك ايه بعد اذنك؟ نعم اتفضل. انت حضرتك بتقول ان الجن مس زوجك مش كده؟ مش سامع حضرتك. الجن مس زوج حضرتك بتقولي كده؟ ايوه. طب ما مسكيش انت ليه عشان يخليك تبطلي صلاه؟ يعني انت بتقول ان هو مش قارئ للقران؟ الحمد لله يمكن هو يعني ابتدى قريب لان هو مثلا ما بيصليش ما بيقراش قران. انا الحمد لله يمكن ملتزمه شويه. طب خلاص حاجه هرد عليك اقفلي عشان ما تتعبيش معانا. هرد عليك شكلي يا حاج هبه. المفروض الجن زي ما احنا اتعلمنا بيشتغل على المؤمن ولا على الكافر؟ على المؤمن. على الكويس ولا على الوحش؟ صراطك المستقيم لا قعدنا لهم. فاهم انت؟ طبعا. انا لو جن وشايف زوج وزوجه وظيفتي في المطيع. وظيفتي في المطيع طبعا مش في التاني. لو هي عقاب عشان نكمل الفكر بس لو هي عقاب. عندك حد؟ عندك اتصال؟ في ام امير. بس انا مش عايز ننسى الاخت منة الله دي. اتفضلي يا ام امير لان فيها جزء عايز حضرتك فيها. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا يا فندم. انا والله معجبه جدا بالحلقه بتاعتك. الحمد لله. ربنا يحفظك يا حاج. بجد والله يعني ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. بتجيب الحقيقه فعلا. الحمد لله. انا كنت مبتليه باغماء من 15 سنه. جميل. فالدكتور قال ايه دي حاله نفسيه. تمام. اخواتي قالوا لا ده جن. ده جن. سيبها هي سيبها. المهم هي يعني السيره مؤثره شويه بس معلش. لا معلش اتفضلي يا حاج. المهم قعدت ايه 15 سنه اروح للصحراء والناس دجالين وكتير كتير كتير يعني لحد ما ربنا دلنا على دكتور في الاخر من قيمة سنتين. الله يحفظك. قال لهم طبعا انتوا كده كلكم متخلفين. ماشي؟ اتفضلي. قال لهم كلكم متخلفين لان دون حالة نفسية. الدكتور ده حاج. سمعنا حضرتك. اتفضلي. معاك يا حاجة اتفضلي. قال لهم دي حالة نفسية. لان انا كنت شفت. طب انت بتعيطي ليه؟ ده انت المفروض تفرحي. كنت شفت اخت الله يرحمها وهي بتتوفى. المهم اتحسرت عليها. الله يرحمها. الله يرحمها ان شاء الله ويجعلها سبب ليكي في الجنه يا حاجه ان شاء الله. الله يخليك. وحضرتك احسن دلوقتي يا حاجه؟ الحمد لله والله رب العالمين. الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. انا سعيد باتصالك والله سعد فعلا. ربنا يديم عليك الشفاء يا حاجه ان شاء الله. تسلم الله يخليك. يا رب. ربنا يديم عليك الشفاء يا رب والفضل. يا رب امين. وبس انا هقول لحضرتك نصيحه اخ يعني وتقبليها مني. انا بس عايزك حضرتك تغتسلي غسل كغسل الجنابه وتتوضئي وتصلي ركعتين بنيه التوبه
وتتوبي عشان حكاية المروح اللي هم أرغموك عليه ده. وإن شاء الله بإذن الله سيجعل الله تبارك وتعالى هذا في ميزان حسناتك وسيقبل توبتك بإذنه سبحانه وتعالى، لأن طبعا المروح للناس دول يعتبر شرك والعياذ بالله، وخواتيم الفرقان أشارت إلى وجوب التوبة من الشرك والقتل والزنا. ناخد الأخ صلاح. أتفضل. أتفضل أخ صلاح. أخ صلاح من القاهرة أتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الدكتور إناية. أهلا وسهلا. ها دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس إيه أنا بقدر بقدر علم حضرتك. بقدر علم حضرتك. تاني كده بيقدر علمك يا دكتور، بيقول لك انا بقدر علم حضرتك. في سؤال يا اخ صلاح؟ انما انا بس ليا ملحوظه بعد اذنك. اتفضل. لما حد يجيب سلسله البخاري والقران ما قارنش القران بالبخاري. تمام. افتح عليه. تمام. لان كلام ربنا هو كل حاجه. ما هو ده اللي بيقوله الدكتور. يبقى الراجل اللي اتصل دلوقتي انت بتقول لي ان البخاري مهموش غلطه 100%، يعني زي كلام ربنا ما ينفعش بده كلام ربنا. تمام تمام. إيه؟ انت متابع. تمام. انت كده متابع فعلا. انا معلش انا اسف يعني، بس شوف انا مستمتع بالحلقه كلها وكلام حضرتك، انما حته ان انا الراجل بيتصل بمهجوم عليه من ناحيه في البخاري زي القران، ده انا بدي القران ابدا. تمام. في سؤال يا استاذ صلاح؟ الناس بشر حطوه يعني ما اعرفش يعني. هل الملحوظه بتوصل لحضرتك عشان بس ما نحسش بالهجوم كده مع بعض؟ حاضر حاضر. الله يفتح عليك. ماشي يا استاذ صلاح، شاكرين فضل حضرتك. ناخد فاصل ونرجع تاني يا دكتور محمد. ناخد فاصل بس عشان اوفي حته زياره فضيله المفتي. هنرجع لها ان شاء الله. فاصل قصير ونعود، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. هنرجع مع الدكتور هدايه مباشرة لاتصال الأخت. لا، قبل فضيلة المفتي بعد إذن حضرتك، اتصال الأخت هبة الله لما قالت، وحضرتك رديت عليها بس في جزئية صغيرة خالص، اللي هي لما قالت إن هي بتسمع من زوجها ساعة ما بتقرأ أو بتتكلم بالقرآن بإنه هو بيتغير صوته لصوت تاني. دي اللي عايزين بس نفسرها عشان إحنا زمان لو أنت فاكر يا محمد أنا قلت عايزين حالة من دي عشان نقدر نشرحها. إنما اللي أنا شفته بعيني ان الواحد بيغير صوته، انا شفتها. يعني مش انا بكلمك كلام عن سمع، لا، احنا رحنا حاله طلع الواد بيغير صوته عشان كان عايز ابوه يجيب له عجله. يا سلام. ومنع ابوه وامه يصلوا 3 ايام لا حول ولا قوه الا بالله في الشقه، وطلع ان هو سمع الحكايه دي من حد وبيعمله، يعني هو بيعملها. هبقى احكيها لك في حلقه من الحلقات اللي انا راصد فيها حصلت معايا. في زوجه كان زوجها بيتزوج عليها. لا انا بقى حصلت معايا في زوجه كانت عايزه تتطلق. فبرضه قالت لهم مش طايقاه وقرد، وبشوفه قرد. رحنا شفنا الراجل مش قرد، ولقينا الراجل عادي. يا ستي ما هو الراجل اهو مش قرد. فالمهم احنا يعني استشفينا ان في حاجه. ناخد اتصال. ناخد استاذه نعمة الله تقريبا. استاذه امة الله اتفضلي. استاذه امة الله اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت عايزه اكلم الدكتور محمد. هو يسمعك اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، ما معنى قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد؟ حاضر. ما معنى كلمه من شر النفاثات في العقد؟ ما هي مش بتعني الاعمال اللي بيعملوها الناس الايام دي؟ لا والله. لا والله يا بنتي. سؤال حضرتك واضح فيها اسئله ثانيه. سؤال حلو. حاضر. فعلا في سؤال ثاني معلش. اتفضلي. انا اصلا معرضه لامر السحر ده من فتره طويله. مين المعرض حضرتك؟ ايه بقى معرضه لايه بقى؟ احكي لنا. زي ما حضرتك كنت بتحكي على موضوع وقف الحال، وكان فعلا في تاثير في امور الحياه عموما، ومش عارفه يعني هو طبعا كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى. انت عندك كام سنه يا اما؟ انا عندي 33 سنه. تزوجتي؟ تزوجت من 6 سنين. طب فين العمل بقى؟ والله انا تاخرت كثيرا يعني، انا تزوجت عندي 28 سنه فتاخرت برضو يعني، وكان في برضه يعني تعقيد في الدراسه بشكل شديد. اما يا بنتي اما. نعم.
اتأخرت على أي قول يعني اتأخرت؟ هو في كتاب بيقول إيه القياس اللي أنت قلت عليه اتأخرت؟ والله القياس إن إحنا مش عارفة صراحة، القياس إن إحنا من الصعيد وفي الصعيد عندنا بيتجوزوا بدري خالص يعني عن كده يعني. طب يعني ده معناه عمل؟ بيتجوزوا كام؟ ما اعرفش الصراحه، في ناس بتتجوز. ما تعرفي امال انت تعرفي تقولي انك مشهوره بس عموما. انا برضو بتكلم يا على حاجه اما يعني انا برضو في الدراسه كان في تعطيل شديد في الدراسه ومعايا برضو اختي طبيبه. تعطيل في الدراسه ازاي؟ انت دراستك ايه يا اما؟ كليه علوم. طب ايه التعطيل بقى كان ايه؟ ما كنتش بروح طبعا الكليه نهائي. ليه؟ ما كنتش بحضر، وكنت اول ما ادخل الجامعه ابكي وعايزه امشي مش عايزه اكمل. واضح 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 يا استاذه اما، واضح يعني حاجات زي كده. اختي انت بتخرجتي اما في انت بعاني من القصه دي، وانا اختي عندها أما. يعني الشيخ محمد دلوقتي، الشيخ محمد بيقول ان مفيش سحر ومفيش حاجه اسمها اعمال، هو يعني الموضوع ده منتهي خالص عنده. هو بيقول ان السحر بس مجرد اللي هو زي كان مع سيدنا موسى ان هو يعني الخيلاء. طب دلوقتي الخيلاء لا 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 التخيل اللي هو التوهم، لا مش الخيلاء اللي هو الكبر، لا التوهم بيوهم العين يعني. بيوهم العين تمام، بيوهم العين. طب اللي احنا فيه حاليا واللي الناس بتعاني منه يعني، انا عارفه ان في ناس كتيره بتضحك على الناس وبيقولوا ان احنا بنعالج بالقران، وانا معايا ناس كتيره جنبي هنا وبيتعالجوا بالقران، وحضرتك برضو اسقطت موضوع العلاج بالقران وقلت عليه ان هو جهل. انا بس عايز اعرف يعني، طب اللي بيحصل يعني الايام دي في الدنيا دي، طب ده معناه ايه؟ ده تفسيره ايه؟ يا اما مع حضرتك. انت اتخرجتي؟ نعم اتخرجتي من كليه علوم. انا اتخرجت الحمد لله. طب اتخرجتي ازاي ومعمول لك عمل؟ طب ما هو في تاثير في الامر يعني، انا مثلا زمان يعني هو العمل كانك تتاخري بس. نعم يعني العمل كانك ايوه تعطيل. انا لما رحت عند يعني ده عمل بالتعطيل، هو شيخ المفروض ان هو بيعالج. طب علشان بس ما ناخدش وقت اكتر من كده، انا اتصلت كتير على ام عمر. اتفضلي ام عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا مرحبا. شفاك الله وعافيك. ازيك يا ام عمر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. الله يحفظك. دكتور حضرتك تتعب نفسك كده. تقول ايه؟ دي موروثات وثقافة. أنا دلوقتي كان في عمل معمول عشان أنا ما وصلتش للحلقة. كان إيه؟ كان في عمل معمول عشان أنا ما وصلتش للحلقة. ما سمعتش. والله يا بنت أديكوا سامعين، وأدي إحنا بنحاول وهنعمل إيه؟ ربنا والله يعني. حضرتك صعبان علينا يا دكتور. حضرتك صعبان علينا. الحمد لله إن إحنا بنسمع الأصوات دي يا ماما. الطريق قدامك طويل وصعب زي ما حضرتك قلت، وربنا يعينك. ربنا يكرمك. امين. دعواتك يا ام عمر انت والمخلصات ان شاء الله امثال حضرتك، كمان احسابك وانا مزكيك على الله. امين يا رب. بالنسبه للاخت اما يا دكتور، عشان احنا اما كلامها وضحت القضيه. والله فعلا واضح ان احنا لازم نعلق يعني على شماعه معينه. لا مش بس في نقطه خطيره جدا. انا لما اتاخر في الزواج لماذا لا اعتبر ان هذا ابتلاء من الله؟ بدل ما اقول الحمد لله، لا بقول لا ده سحر. يعني انا ما عنديش استعداد افهم ان لا هو في سن للزواج، في حد معين، في سن للتخرج، في سن الكذا. طب فين ربنا؟ زي بالظبط حكايه ما بتخلفش يبقى معمول لها عمل، والايه بتقول ايه؟ يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء او يزوجهم ويجعل من يشاء عقيم. لا هم ما عندهمش الكلام ده، العقيمه دي معمول لها عمل. ناخد اسيوط. استاذه ولاء. الو السلام عليكم. اتفضلي استاذه ولاء. عليكم السلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ يسمعك اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا بحب اشكر حضرتك جدا للكلام اللي حضرتك بتقوله، احنا مقتنعين بيه جدا. تمام. بس في شيوخ كتير وناس كتير جدا كانت مغيرة الكلام دوت، مغيرة كلامها، ولما حضرتك بقيت تتكلم في الموضوع دوت بقوا ماشيين على منهج حضرتك، واشهرهم الشيخ خالد الجندي. لا لا من غير ذكر اسماء. فانا عايز اعرف ايه راي حضرتك في الكلام دوت يعني. طيب خلاص وصل استاذ ولاء. في عند حضرتك سؤال؟ لا مرسي شكرا. شكرا اتفضلي. طيب انا هرجع للاخت تاني اللي هي كانت من هبه الله. اللي هي بيغير صوته. بيغير صوته. انا بقول لك انا حضرت والولد كان بيغير صوته، وحضرت والست كانت بتغير صوتها. تمام. بتسرسع الصوت كده يعني عارف بتغيره، بس ما اللي قاعدين، بص بقى اللي قاعدين في القعده دي اتقسموا فريقين. فريق عايز يصدق وعمال يوحي لك اهو شوف صوتها بيتغير، والواعيين اللي قاعدين مصحصحين اللي هم في الاخر كشفوا الموضوع
يا جماعة ده هو صوتها بس متغير. انت فاهم؟ وطبعا ايه في النهاية احنا استشفينا الواقعة دي كانت واقعة ست بتشوف زوجها قرد ومش طايقاه في الشقة وكذا 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 وكذا. وانا يعني انا بستر ما لا هقول مين ولا فين ولا حاجه. تمام. فانا وواحد صاحبي يعني من الدعاء اكتشفنا ان استشفنا حاجه. فانا قلت لها يا بنتي الراجل اهو لا قرد ولا حاجه. فالمهم وصلنا ان احنا ايه عايزين حد تثق فيه من محارمها. فكان والدها. فقعدت انا والشيخ ووالدها يا بنتي انت يعني انا عارف ان هو بيعاملك وحش وسمعت انه كان بيعاملك وحش وجبتها. عايزه تطلقي انا طلقت او احنا نحكم بطلاق. قالت انا عايزه اتطلق بس خلاص. يوم تمام العده تزوجت من اخر كان معاه علاقه بيها. تمام. انا ما بتكلمش في حاجه انا بتكلم قولي كده قولي عايز اتطلق. يعني هو احنا لازم نلف وندور؟ انت فاهمني لازم نبقى مظلومين وما احناش جانين ليه بقى؟ ابقى معمول لي عمل اسهل بده. طب معمول لك عمل تتجوزي ده طب معمول لك عمل ما تتجوزي. فاهم انت؟ واضح. ناخد ام حسن. اتفضلي ام حسن. ام حسن اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. لو سمحت انا يعني انا بتفرج على البرنامج وبصراحه انا باخد ست بيت عاديه وباخد ثقافتي من البرامج اللي زي حضرتك ديت ودكتور محمد ده انا متابعاه بقالي كتير. تمام. يعني انا بصراحه فهمت حاجات في موضوع السحر دي كنا جاهلينها. تمام. فقال انا فهمت على قد اللي فهمت ممكن تكون الايه الاولانيه ممكن ياخدوها حرفه او مهنه. تمام. اما الايه الثانيه ممكن ياخدوها توقيع زي ما الدكتور محمد قال وفتنة ودي بنشوفها كتير. جميل. ده اللي انا فهمته. اما بالنسبة حضرتك ممكن حضرتك انا وانا قاعدة كده ممكن نقول اية ممكن اللي هي يمكر ويمكرون والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمام. ممكن تمشي مع دي مع الاية الثانية ده اللي انا فهمته. تمام. اما بالنسبة لزيارة الدكتور علي جمعة ليه ما نقولش ان اليهود حضرتك عايزين يوصلونا ان احنا فعلا ما نروحش القدس. ليه هم فعلا طول السنين دي كلها هم عايزين فعلا محدش يروح ودي تبقى ليهم لوحدهم ودي ممكن تكون الزيارة اللي تخلي العرب كله والمسلمين والمسيحيين يروحوا. هم كانوا عايزيننا نفهم كده ان احنا نهاجمه وان احنا نقول ده غلط او ده او هو غلطان او لاخره. هم عايزين يوصلونا لكده حضرتك. انا كنت يعني كبير دبلوم تجاره وبربي ثلاث اولاد في ابتدائي وثانوي فثقافتي باخدها من زي حضرتك يا دكتور محمد. فهم اليهود عايزين يوصلونا لكده عايزين نقول لا ده هو غلطان ونهاجمه وكلنا مقطع في فروته زي ما بيقول. تمام. ربنا يكرمك. في اسئله عند حضرتك يا ام حسن؟ فليه نقول ان هو صح هو المفتي صح. تمام. هو راح وعمل الخطوه الاولانيه دي. في اسئله يا ام حسن؟ الروح. في اسئله عند حضرتك؟ لا هي ما فيش اسئله. طيب شاكرين فضل حضرتك. شكرا. نرجع بقى لفضيله المفتي والزياره دكتور. انا بقول يا محمد ان انا رايي احنا دلوقتي مختلفين في قضيه. تمام. الا يكون من حق مفتي الديار ان يكون له راي؟ عارف بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا ده هو بيمثل المسلمين وما كانش ينفع يستهين بمشاعرنا ويروح. ليكن هذا برضو انا موافق على الكلام. تمام. طب راح. مش نسمع كلامه؟ تمام. مش نسمع رايه؟ تمام. انا زي ما سمعت ان مجمع البحوث في ناس ادانت وفي ناس لما استمعت غيرت رايها و و و و. تمام. احنا انا واحد من الناس اتعرضت عليا الزياره دي ورفضتها. تمام. وغيري اتعرض عليها ورفضها لان احنا فهمناها. تمام. ممكن فضيله الدكتور علي جمعه ما خدهاش من الوجهه دي. يعني ايه فهمناها يا دكتور؟ يعني هي خبيثه طبعا طبعا هي دعوه خبيثه. ما انا ما بقولكش يا محمد انها صح او غلط على الاطلاق. بس مش حلال وحرام. خلينا نتكلم في الصح والغلط. يعني انت بتوافق ام حسن في الكلام اللي قالته؟ لا مش هو طبعا ام حسن انا شاكرها جدا وهي بتتكلم كلام من وجهه نظرها صح. او من فطرتها. بفطرتها. الموضوع خلاصته كالاتي. اليهود لو كلام ام حسن يتحقق يبقى كلامها صح. اليهود ما بيسمحوش لاي حد يخش. هم عايزين الشخصيات العامة وذات المناصب عشان يبقى التطبيع. انما لو ام حسن قالت لهم اروح هيقولوا لها لا. لا طبعا. ده الشباب اقل من 40 او 45 ممنوع يدخل القدس، ممنوع يدخل المسجد الاقصى كل جمعة. حسبنا الله ونعم. فهم مش يعني كلام ام حسن صح. لو هم بيسمحوا للناس تروح هنروح كلنا. انما لا ده هم عايزين بص ما احنا بنقول ايه؟ اسمع كلامي بس عشان تفهم دماغي في الحتة دي. احنا بنقول ما تفتحوا القدس للمسلمين والنصارى على حد سواء.
للمسلمين في المسجد الأقصى والنصارى في كنيستهم على أساس أن دي تبقى منطقة إسلامية نصرانية يهودية مثلا، إلى أن يقضي الله أمرا. أنا مش من أنصار اللي يقعد يقول لك إيه إحنا مش هنروح لما تتحرر، يبقى أنت ما انتش هتروح. كلمني النهاردة هل لا، بس لو هو مش هتروح بطبيعة عمرك يعني ممكن عمرك يفنى، لأن ممكن واحد يقول لك ما هو إحنا هنحرر وإحنا كده. لا لسه. طب أنا بتكلم في إيه يا محمد؟ هما يسمحوا للكل نروح إنما هنحرر، طب ما يلا نحرر. كلمني في التحرير بقى، ما كلمنيش إن أنا مش هروح، لا كلمني في التحرير، لأن التحرير القدس واجب علينا. طب ناخد المشرف العام على قناة الشباب دكتور سعيد توفيق ولا ما ناخدوش؟ اتفضل. اللي هتقوله. لا يا نهار سعيد لا حبيبي ده دكتور سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ منور. منور يا دكتور، ربنا يحفظك. ازيك يا اخ محمد؟ الله يكرمك يا دكتور. اهلا بيك. انا بتصل كمشاهد اولا، وثانيا كمشرف على القناة. اولا كمشاهد، انتوا بالنسبة لي انا بصراحة بتثيروا جروحي جدا، لان الاسلام يحتاج الى تنقيح، والكلمة دي قد اهاجم عليها جدا، ولكن لابد ان نعترف الان ان الاسلام يحتاج الى نصرة حقيقية في فهمه، لأن إحنا يعني بنظلم الإسلام ظلما بينا. فمن يعني منا لا يدري عن المترشحين لرئاسة الجمهورية وخوض هذه الانتخابات، وببعض الأكاذيب وبعض الدعاية التي تنتفي تماما عنها روح الإسلام العظيم، وندخل في صراعات باسم الإسلام. ومن منا الآن كما قال أحد المتصلين أننا نساوي بين البخاري وبين القرآن الكريم، ومن منا يستطيع أن يرد على علماء من بعضهم من نجلهم جدا، ولكن للأسف وصلونا إلى أن نعتقد في أن كل ما كلمة رواه البخاري هو صحيح. ودائما أسأل نفسي سؤال واحد فقط، أليس البخاري بشر؟ وألم يذهب لأن ينتقي عدد ما من الأحاديث، من عدد ما من الأحاديث؟ مثلا يقال في بعض الروايات أنه حاول يجيب 600 ألف حديث طلع منهم 4000، ويقال 60، ويقال أرقام كثيرة جدا. المهم في النهاية أن هذا الرجل العظيم الجميل الذي يعني نحترمه ونقدره بكل معاني التقدير، خد بعض الأحاديث وترك بعض الأحاديث. لماذا لم يخطئ البخاري وترك بعض الأحاديث الصحيحة كالخطأ البشري المعهود، وأخذ بعض الأحاديث الضعيفة كخطأ بشري؟ المهم نخرج بقى للمس والجن والسحر، واللي مش عارف يذاكر وخيبان في كلية هندسة تقيلة عليه، وكان نفسه يخش تجارة أو الأنسب له أداب، أو كان يخش حقوق، ويبدأ الولد يتعقد ويبقى تعبان نفسيا مش عارف يذاكر، أو الأب والأم مختلفين جدا فمش قادرين يفهموا الولد ولا يعملوا جو، أو المكان ضيق، أو المكان في عدد كبير من الأفراد، أو الأدوات اللي بذاكر بها ضعيفة، وفي النهاية أقول الولد بيسقط كل سنة لأنه معمول له عمل ولأنه مسحور. وخد بقى الجواز، وما أكثر الجواز، ممكن يكون أنت سيبك بقى يا دكتور محمد معلش من أنه بلاء ولا مش بلاء، الجواز ده طلب وعرض أو عرض وطلب. صح. ممكن تكون البنت منقبة وما بتخرجش من بيتها، معمول لها عمل، وين تقول لك ايه دي خطبني وسابني، كل ما تخطب الثاني مش جاهز، في مشكله، مش جاهز، البيت لا يكون نظيفا، فكل ما يجي واحد يخطبك يكتشف ده فيمشي، وانت مش قادر تفهمي، كل ما يبقى متعامل مع البيت بشكل الاكل التعامل الام الصوت العالي اي مشاكل. دايما احنا عايشين في وهم، كان الله يكرمه الشيخ سالم الفتوح في قناه الناس، انا مش عايز اطول عليكم عشان كلام، لا لا خد راحتك، وما انت اسويته في قناه الناس كان في الاحلام بيفصل احلام، وانا اللي وقفت البرنامج ده، فقلت له كفانا تفسيرا للاحلام، نريد تفسيرا لليقظه الحقائق لليقظه بقى نعيش شويه. احنا في ازمه دلوقتي يا جماعه، وما زلنا عمالين ندكل على بعض، والاخوه اللي معتصمين في التحرير مع الشيخ حازم واسماعيل، الامر انتهى، الامر انتهى، وراحوا ناس وشافوا الحقائق، وانا بقولها على الهوا، الله يفتح عليك يا انا، هناك ادله خلاص مع ان الشيخ حازم صديق لحضرتك، ونبقى واضحين ما نقعدش بقى نحمل الاسلام ما لا يطيق. احسنت والله. الاتصال الثاني صفتي مشرف على القناه، ان انتوا خدتوا ساعه طبعا
وده مجهود على الدكتور هدايا. اولا مشكورك وكتر الف خيرك وربنا يعينك. بس الحقيقه انا بقول لك لو تقدر تظهر ست ساعات اظهر ست ساعات. ربنا لازم بس. خلاص بقى يا دكتور محمد انت انا اللي عايز يقول حاجه مش هنسكت بقى لانه احنا داخلين على منطقه خطر. تغييب الدين الحقيقي وجعل الدين مظاهر مناظر شكليات. نتهاجم بقى نتشتم على الفيسبوك مش عارف ايه. الله يكرمك يا دكتور. خلاص الله يكرمك. لابد من المواجهه مع خط النار الاول والا ممكن بعد 10 سنين ما تلاقيش حد خالص بيتكلم بالعقل ولا بالمنطق. صح. الاسلام دينه العقل، الاسلام دينه العلم، الاسلام دينه الواقع، الاسلام دين التطور، دين التقدم، دين التكنولوجيا، ليس دين الخرافات بقى. وتقعدونا في البيوت ونقعد بقى نجيب شيخ ويحط دماغه ايده على ويقرا ايات من القران، ليه ما اقراهاش انا؟ ليه ما اقراش الست دي ما تقراش المقعدتين قبل ما تنام؟ هي قصه هنفضل عايشين في الوهم ده؟ فيعني ربنا يعينكم ويقويكم. ويا ريت لو تقدر انا على استعداد على الهواء بقول لك بس ربنا يديك الصحه عارف تعبك ومرضك فلو تقدر يومين ثلاثه اشتغل ربنا يعين. الله يخليك يا دكتور سعيد. طبعا انا عايز اقول كلمه بصراحه يعني لازم اقولها يعني. اتفضل. انت عارف كان من زمان يا محمد من حوالي سنتين احنا اتقابلنا او ثلاثه مش فاكر. اتفضل. واتكلمنا مع الدكتور سعيد تقصد؟ لا انا وانت. اتفضل. كنا لوحدنا عندك في دمياط. اتفضل. وبنتكلم على القنوات. اتفضل. انا كنت ابحث عن رجل حقيقه اقسم بالله انت عارف انا لا بعرف اجامل ولا بعرف ارائي يعني ما بعرفش ما حاولتش وما بعرفش. اتفضل. كنت ابحث عن رجل يحمل الدعوه على عاتقه لا على كفه مع روحه على حد سواء. واذا ما حصلش ده انا قلتها لك في دمياط اذا ما لقيناش كده مش هنعرف نوصل لا رسالتنا ولا دعوتنا ولا ليه؟ الاسلام خرج من لبه الى مراسمه واشكاله. فانحصر الاسلام عند فانوس رمضان والكنافه والقطايف وحلاوه المولد والعروسه والحصان والسحر والمس واللمس والهبس الكلام الفارغ ده. فالنهارده ده اكل عيش عند ناس. يعني انا جالي تهديد بيقول لي انت بتهاجمنا في اكل عيشنا انت كده احذر. انت بتحذرني ان انا اتكلم في التهديد وتتكلم في حاجه. لا لا ما انا بقول لك اهو يعني احذر مش هنغير ما نقول مين ولا حد. احذر احذر مين؟ يعني من كان الله معه فلا يخيب سعيه. ده اللي علمها لنا الشيخ كشك من زمان. انا عايز حضرتك اعلق بعد اذن حضرتك لان انت حضرتك اللي منعتني اتكلم في الامر من البدايه. اكبر دليل يا اخواننا هذا التهديد اللي الدكتور حذرني ان انا اتكلم فيه. أكبر دليل على إن هذه الجزئية دخلت في أكل العيش والنصب والدجل ما يتعرض له الدكتور هدايا الآن من رسائل وتليفونات وتهديدات بإنه يمتنع عن الكلام في هذا الأمر. لو لم يوجد إلا هذه الجزئية لكفت. اللي أنا عايز أقوله في حق الدكتور سعيد إن من أول لحظة قابلت الراجل ده لقيت راجل فعلا لا يخشى في الله لومة لائم. زي ما أنت قلت له وهو ما سمعكش ان الشيخ حازم هعلق. صديق لي انا هعلق عليها لازم هعلق. صديق للدكتور سعيد جدا والدكتور سعيد بيحب اصدقائه وبيحب الشيخ حازم وبيحب الشيخ حازم. لكن عند قول الحق ما عندناش ايه غير قال الله وقال الرسول ومدار الحق نفسه. نعم. فانا فعلا من المكان ده وانا يعني طبعا يعني لازم اقولها ان انا فكرت لما طبعا كنت بتكلم مع الاستاذ هاني ومع الدكتور سعيد ان احنا نعمل يومين في الاسبوع. فانا عارف ان انت بتيجي من دمياط وانا بشكرك على انا ما عنديش مشكله الناس. والله ابدا كتر انك فيها. تاتي وتتحمل نكرم. مشقه السفر والمجهود علشان نكرم. توصل كلمه او توصل انت بتاتيها يا دكتور لاقل من ذلك لزياره مسلم بسيط عندنا في دمياط ولا حاجه خالص. ربنا يكرمك. ده انا بقولها لك انت فانا قلت لهم على التليفون وانا بقول الكلام ده علشان بس ايه يعني أن نشكر الرجل في مقام حقه يعني. نعم. ان انا اول ما قلت له والله الذي لا اله غيره، لذلك انا لما جيت النهارده وانا هقولها برضه. انا اول ما قلت له ما نقدر نخليها ساعه ونص او ساعتين، قال لي ساعتين. على طول، ولا قال بقى ارجع للخريطه ولا اشوف البرامج ولا مش عارف ايه. لما جينا النهارده هنا والناس لازم يعرفوا الكلام ده، المخرج ابننا احمد عزت ربنا يكرمه يا رب. قال معايا ساعه. قال معايا ساعه. لما انت قلت له احنا واخدين وعد، قال انا قلت لك ايه؟ لازم حد يكلمه، هو كرجل قائم على امر البرنامج ده
الامر اللي عنده ساعه. تمام. جات المكالمه من الدكتور سعيد في الحال فعلا عايزينها ساعه ونص، عايزينها ساعتين، عايزينها ثلاثه، عايزينها سته. مظبوط. هو بص، طالما احنا وجدنا هذا السبيل تمام، يبقى لنا ولا انت لينا فضل، انما الفضل لله تبارك وتعالى، ثم لقناة الشباب وعلى رأسها الدكتور سعيد توفيق. وأنا بشكر كل الكاست اللي شغال حقيقة، أبنائنا المصورين والمخرج والمعد ومش عارف اللي بيعملوا إيه وإيه، لأن أنا ما بعرفش الحاجات بتاعتهم. فأنا بشكرهم كلهم أنهم أعانونا على توصيل الكلمة. إنما اللي أنا عايز أأكده وأقوله أن إحنا لا في طار بيننا وبين الجن، ولا في طار بيننا وبين السحر، ولا في طار بيننا وبين أن حد يبقى مسحور. ما يبقى مسحور إلا أنه الثأر الحقيقي اللي بيننا، أو المدار الحقيقي اللي بيننا وبين أن يهان القرآن، أن يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يهان الإسلام، أن زي ما شفت أن يغمم الناس العامة العادية المزري المنظر المزري اللي أنا شفته، أن ألاقي قسيس في كنيسة مع احترامنا طبعا لعقيدتهم عندهم هم، يعني هو الراجل بعقيدته عنده، انما هي رايحاله. طبعا هي رايحاله ليه؟ لان ممكن تقابل واحد زيك يقول لها ما فيش الكلام ده يا بنتي، تقابل واحد زي يقول لها ما فيش الكلام ده، فرايحه عند اللي ايه اللي بيجيب ميه ما اعرفش جايبها منين، قد ايه الميه دي جايه من ميه مباركه ما اعرفش ايه البركه اللي فيها، برضو بيرميها يطلع الجن، وبعدين ينقي واحده كده يقول لها انت كذاب، وينقي واحد يقول له انت كذاب، وبعدين يقول له انت كنت كويس وخفيت، نصب يعني، نصب في نصب في كل الاتجاهات. طبعا ممكن واحد يقول انت كده بتتكلم على الكنيسة او بتاع، لا انا هو انا قلت زمان احنا نحميهم ونحرسهم ونحافظ عليهم لايه؟ لإقامة شعائرهم عندهم. انما ان تذهب مسلمة، وانا بقول للناس اللي بتروح وبقول للناس اللي بيسمحوا لاولادها، انت آثم. الاب، الزوج، الاخ آثم، واللي ذهبت آثمة، وهذا الأمر يستوجب توبة وفورا والعودة إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يعطينا العمر حتى نوضح ونجلي الأمر على مراد الله تبارك وتعالى. اسمح لي الأول قبل ما نختم يا دكتور محمد، لأن احنا خلاص أزفة الأزفة، أن أنا أتكلم في أزفة الأزفة دي تخوف. لا أزفة الوقت. الوقت أنا نسيت أن أنت بتاع لغة. رقم واحد، ده تواضع من حضرتك حقيقي والله، حضرتك راس الحربة اللي الحمد لله رب العالمين بتخترق. احنا بنتقدم، واعتقد ان الدكتور سعيد معايا في هذا الامر، بنتقدم لفضلتك بالشكر والله، شكر جزيل جدا. الله يعني شكر لاهل الفضل، لان انت اللي اثرت الامر وتحملته تبارك وتعالى. الدكتور سعيد والقائمين على ارض الشباب، وانت لولاكم انا ما قدمت شيء. عفوا عفوا والله، ده تواضع دم من حضرتك. النقطه الثانيه، اشكر جدا جدا اتصال الدكتور سعيد والله، لانه فعلا اثر اللقاء كمشاهد وكقائم على القناه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم له التوفيق، وما هو سعيد توفيق إن شاء الله، السعادة والتوفيق إن شاء الله سيكون له من اسمه، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن ظن حضرتك. نعم هقوله أنا هقوله والله يا أبو حميد، أحمد بيفكرني أن حضرتك عندنا في دمياط، أنا هقول يا أحمد. أرجع للدكتور سعيد، والجزئية بتاعت الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، ولما أثرها بمنتهى الجرأة والشجاعة وتجاوز منطقة الحدود والصداقة وما إلى ذلك للوقوف سند للحق، وأنا بضم صوتي لصوته، وأعتقد الدكتور معايا في نفس الأمر اللي تكلمنا في هذا، نقول للشيخ حازم اتقي الله، والناس اللي وراه اتقوا الله في عقولكم، المسألة انتهت واتحسمت وبانت وانتهى الأمر وبقى الشكل سخيف، وهذا محسوب على الإسلام وعلى المسلمين. النقطة الأخيرة يا أخوانا اللي أنا عايز أقولها، والدكتور محمد إن شاء الله بإذن الله، عندنا في دمياط في قرية ميت الخولي بإذن الله، طبعا مش هقول مسجد ايه لان المساجد بتتخانق، لسه هنحدد، بس الدكتور هدايه ان شاء الله للمريدين واللي عايزين يقول لنا، الجمعه الجايه ان شاء الله خطيب عندنا في ميت الخولي عبد الله. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. بتقدم بخالص ووافر الشكر لفضيلتك. ربنا يحفظكم. ربنا يبارك فيك. عفو. شرفتنا ونورتنا ودايما يا دكتور محمد. الله يكرمك حبيبي. الله يبارك في حضرتك. ايها الاحباب، على وعد بلقاء اخر ان شاء الله باذن الله في نفس الموعد من الاسبوع القادم. أتقدم بالشكر لكم على سعة صدوركم، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.